تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعين الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شهد اف ام، برنامج البطوله المعد لكم اليومي من الحد الخميس من الوحده حتى الثلاثه. كابتن فخر الدين، اهلا وسهلا. تحيه لك اخ منير، سي جمال وجميع صديقين وصديقات البرنامج، وبدايه اسبوع موفقه للجميع ان شاء الله. بدايه اسبوع موفقه للسلامه بعدا كذا تقول مين؟ الله يسلم. وكنقول لك واحد التحيه لواحد العدد كبير ديال من استاذ زاك، وانت غادي يعني الكلميم يمكن ما قدرناش سميتو ما ساعدناش الوقت اننا نمشيو للمحبس، لانه مشاو الناس اللي كانوا معنا صحفيين شعراء، كانت بادره طيبه وشفنا فيها يعني كيف كنقول واحد عدد كبير من الزملاء، يعني دكاتره، ناس متدخلين في الشان السياسي الكبيره، ماشي السياسي الصغير، داكشي بلا ما نقول لك النقاش داكشي الخط الوار داكشي النقاش الوار. وصراحه والله العظيم شرف كبير جلسنا مع هاد الناس اللي كيدافعوا على الوطن وكيدافعوا على الحريه وكيدافعوا على بزاف ديال الحوايج. وثم تحيه كنبغي نشكروا العامل ديال يعني تاسا وقلميم وهذا على الترحاب وعلى يعني حسن الترحاب اللي كان كبير وكبير بزاف. الحمد لله كيف قلت لك، الهدف هو اولا اللقاء، وثم مشينا عند واحد الناس اللي هما بعاد علينا، الا بغيتي تمشي تشوفهم خاصك شحال باش توصلوا. كاينه المسافه، كاينه مسافه كبيره وكبيره بزاف، رغم ان الكره كاينه تما. كاينه الكره دابا، راه استاذ زاك راه هما صعدوا، وذوك الوليدات تبارك الله راهما مزيانين. شفنا بعض البراعم اللي كيلعبها، شفنا شتي البنيات الكره النسويه، راه لعبوا معنا هذوك الوليدات، قال لك بغاو يتشاركوا معنا، دخلنا درنا بعضياتنا، واخا ما لعبناش بزاف ولكن كيبانوا تبارك الله وليدات عندهم مستقبل الى تهلاو. انا كنظن بانه كما قلت انت كاينه البنيه، كاين كل شيء، كاين المشكل اللي كاين واحد، ولكن انا ما سمعت سولت هو البعد، المسافه ديال الطريق. قال لك يمكن عندهم طائره، غيكون عندهم واقيلا شي. لا كنهضر على المنقبين في هذا لا ايوا لي سونتر مثلا اللي كاينين هنا لداخل. لا تمشي تما الا بغيتي تمشي دابا الا بغي يحصل لك شرف على استاذ زاك، الا بغيتي تستافد هو ملي يكونوا لاعبين مباريات ديالهم في الهوات، تمشي تفرج وتشوف كاينين لاعبين عندهم بنيات مزيانين وتبارك الله، عندهم لا تكنيك، عندهم كل شيء، ودايرو لعبوا معنا في الميني فوت. واخا حنا راه ماشي كنقول لاج ديالنا ماشي هو ديالهم، ولكن كتبقى كيف قلت لك انايا لقاء شفنا فيه بزاف ديال الحوايج. وتحيه لذوك الناس ديال الجيش ورجال الامن وهذوك اللي كتقول انت دائما اللي كتكلم عليهم، انت اللي في الصف الاول، اللي في الصف الاول ديال اللي سميتو خدامين تبارك الله تمايا، وبزاف ديال الحوايج. فهذه هذوك هما اللي كيستحقوا الشكر وكيستحقوا بزاف ديال اللي ما جالسينش مورا التليفون والكلافي. فوالا هذيك الوطنيه وداك الشيء ديال سميتو هذوك ما كتخدمها البراتيك، ملي كتشوفوا فوالا، ملي كتشوفوا كيسلم عليك وفرحان بك وكتلقاه متبعك وكتلقاه هذا، كتفرح كتقول زعما. وتحيه للجهه المنظمه لهذا لا لا والله هذاك الشيء كان زوين. كانوا صحفيين كتعرفهم انت اصدقائك ديالك، بحال الروحلي، بحال العلوي ديال الاذاعه، كانوا عاد كان شجعي، كانوا بزاف ديال شفت واحد الفيديو ديالكم مع ماجيش. كان هو ماجيش ما كيلوحش هذاك الشيء هكاك عن عبث، فهو مره كيقول لك واحد 3 شهور 4 شهور كيدير شي حاجه اللي كتكون زوينه. فبالموازاه فخر الدين، هذا النشاط اللي حضرتوا ليه في قلميم كان نشاط اخر في خريبكه من تنظيم الجمعيه ديال العيون الخضراء اللي كيتراسها زميلنا سفيان الرشيدي، حتى هي كانت واحد التجمع فيه. لا غادي نمشيو فيه تكريم وما كتبش قلتها لك تودي ما كتبش فيه تجمع ديال واحد العدد ديال المسيرين والرياضيين. فتحيه لهاد الناس، كل واحد بعدا الشيء اللي كيفكر في مدينته. فوالا مزيان يحاول فمزيان مزيان. وتحيه للاصدقاء اللي كيتعاونوا مره وكيمشيو وكيضربوا ديك الطريق ومشيو يحضروا. الله يجازيكم بخير، والله يجازي هاد الناس بكل خير. مانشستر سيتي بطلا هو بطلا، غير مساله وقت، كان واحد شويه ديال الضغط في واحد الوقت من الاوقات ما بين الارسنال، ولكن كنضرب بين الارسنال ما كانش عنده الامطار الاخيره، ما حققش نتائج. دابا انت جاتك عاديه مانشستر سيتي؟ ماشي عاديه بالعكس، ما تجينيش عاديه. انا الرقم اللي جاني خصنا نهضروا فيه شويه. ما تجينيش عاديه، تهضر على الرقم التهديفي بعدا، وتهضر على الرقم ديال لا خمس سنين في ست سنين الاخرى. اي ولكن مرات ولكن خصك الرقم غير هذا. شوف راه عندهم ارقام كلها محطمه، الا جيتي تشوف عدد الاهداف اللي مسجله هاد لاطاك، تشوف يعني عدد النقاط اللي كيتوفروا عليه. حنا ما كنبغيوش ندخلوا في هاد الاحصائيات، وكاين ولا بغينا ندخلوا حيت لا ماشي هكاك، حيت الا بغينا ندخلوا غادي نتعمقوا ما نساليوش. سكي في انا كنظن بانه السيتي مع غوارديولا
واش ما نقدروش نقولوا غادي يفكرنا في العهد ديال اليونايتد مع فيرغسون وربما اكثر ولا 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 ليفربول في واحد الوقت من الاوقات يمكن جا الدور ديال السيتي في 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 الكره الانجليزيه اللي غادي يبقى وتنظن على حساب اللعابه اللي عنده وداك الشيء اللي كيتوفر عليه قادر يستولي على ثم واحد الحاجه اللي ما عرفت كيسميوها هما ديك بحال ديك العقده اللي الا مشات تشدات لهم كنظن الشامبيونز ليغ هذا العام كنظن بدايه ديال شي سيطره عاوتاني تقدر شي... تقدر حيت اللعابه اللي عنده ما كبرش ما عندوش لعابه كبار وثم عنده لعابه اللي كيدخل لك بحال البارح مدخل تقريبا عدد كبير من اللاعبين اللي ما كتشوفهمش حتى كيكونوا سير لو بون داك الشيء وما كتلاحظ والو نفس السيستم دو جو لا بوزيسيون دو بال وداك الشيء ما كاينش اعطيه ميكرو غايقول لك دخل دوزام ايكيب ما ماشي بحال هذوك واش كاين ولا ما كايناش؟ تما كنكونوا ليه في امان الله وحفظه راه باقي ليه حنايا ما عرفتيش انا ما كنهضروا واش ليه ولا هنا لا عرفت كت... لا ما عرفتيني والو خرج الدراري الصغار وداك الشيء ديال سميتو لا ما دار ما عرفتي والو لا بوزيسيون دو بال وكانك كتشوف دو برين كتشوف فوداي كتشوف يعني ما كاينش فرق ما كاينش فرق اذا اش كيبان لك هذا؟ هذا عمل ديال واحد المدرب شاد واحد اللعابه كيخدم بهم كلهم ما عندوش الفرق وتيقول لك انت غادي تدخل اليوم غدا انت تجلس يا سي تسوي اذا هذا فريق كي قلتي انت الى مشى تتوج برابطه الابطال اللي انا كنظن بانه عارفه بانه ما تكون سهله ضد فريق الانتر غادي يكون بدايه ماشي غنقول بدايه وانما هذيك العقده اللي قلتي انت غادي تزول والسيتي انه دابا السيتي حاليا في كره القدم يطرب يسجل يعني كيف نقولوا احنا كتدخل كيمتعك علاش قلت انا هاد غفتح ليه الا دا تشامبيونز ليغ اوتوماتيكمون عندك لقب ديال السوبر كوب ثاني ديال اوروبا تلعب عليه عندك كاس العالم الانديه غتمشي تضرب دابا راه عنده دو فينال دابا دابا غيلعب فينال مع اليونايتد وغادي وراه غادي يعني ما جالسيش يقدر يدي ما ما وواحد القضيه اخرى واش البارح هو بطل ياك وكتشوف كيفاش كيتفاعلوا مع مع تشيلسي الوغ كو تشيلسي كانت مزيانه تشيلسي البارح كانوا مزيانين وما ما ما وهما قدام السيتي بلا ما تجيبنا لهنا ثاني فين نجيبك الفريق اللي هو بطل لا لا احنا غادي نشوف احنا ملي غادي نكونوا مونير شي احنا ملي نكونوا شي ملي كنهبطوا هنا نهضروا راه حتى الحاله ديالنا الصحيه كتبدل كما قال هذاك الاخ هذاك الصديق ديالنا راه قال لك اودي ما قال لك الملامح كتغير ماشي الملامح خصك على الاقل دير شي حاجه ولا تشرف فاني تبدا تهضر لان ما حتى حاجه ما هي مبنيه على الصح كيف كنقولوا احنا المحاور ديال حلقه اليوم أربعة أولها تأهل الوداد وبغيت نوقف عنده بزاف شوف تأهل بغض النظر الفينال ولا ماشي الفينال تأهل ديال الوداد في الماتش اللي تلعب نهار السبت أمام فريق ماميلودي سان داونز غادي نرجعوا لمباريات البطولة الاحترافية ستة الماتشات اللي تلعبوا هذا الويكاند واللي غيروا واحد شوية في أسفل الترتيب ولكن ما غيروش بزاف كاين واحد الفريق اللي تقريبا فلت شويه هرب لانه حقق الانتصار هو شباب محمديه الحديث على الجيش الملكي والتعادل ديالو مع الوحده الاماراتي قلتيها في المباراه ديال نهار قلتيها مونير قلتيها ديال نهار الجمعه وما غنساوش بطبيعه الحال لي اودي سات ديالنا والانجاز اللي حققوه في كاس افريقيا وانا بالنسبه لي كاين واحد الانجاز اخر موازي هو الرساله الملكيه اللي قال فيها الجزائر الشقيقه لا على من هضرتي انت دابا على من هضرتي على اللي كيخرج اللعيب لا ولكن حنا دابا منين جبتيني حنا كنا جالسين مع الناس في فندق وداك الشيء مع الناس اللي سياسيين كبار يمكن الناس كيعرفوهم الا عطيتك الاسماء معروفين على السعيد العالمي فيهم ناس من برا حتى هما معنا هنا صحفيين وكيشتغلوا كيديروا اول حاجه تطرقنا لها ملي كنا كنهضروا بحال هكا قلنا بانه يعني السياسه كيف كنقولوا حنا ولا التعليمات ديال سيدنا ممثل السياسه الخارجيه وهي كيفاش كينطق السلام عليكم صافي هنا كيبداو يبداو يقولوا لنا في الراديو ولا هذه صيفطوا دي ميساج لا راه تبارك الله راه مول البلاد تبارك الله راه كيفاش كيخاطبهم ها هي دابا خير دليل على ذلك هذه اجتهادي وراه هذه راه بحال ضربتيهم ما عرفت باش حق الله العظيم انا الا عجبتني هذه اكثر من الانجاز انا في حد لا ماشي اكثر من الانجاز هذه شوف رغم ما حصل حيت منذ مده وييه وتراكمات بعض الاشياء اللي هي شوف كيفاش كان رد الفعل وكنقولوا لديونا ما تخرجوش حتى ما توليش حتى انت بحال واحد ما توليك انت غنوليو في خبرك القضيه انت قلتي واحد الكلمه زوينه وهي راه بصح مشينا في الخط اللي غاديين فيه هما كتولي غنوليو الشعب انت حنا نشبه يعني غيبداو يلومونا يقول لك دابا خليك انت حنا تبارك الله عالين على هذا الشيء كله حنا الكره
مدرب اللي مشى حتى هو لاعب الكره ما دخلش بزاف ديال الحشيات شيبه في الندوه الصحفيه ديال الفينال كانوا خدامين في الندوه الصحفيه ودخل واحد المجعويق قال لهم واحد المجعويق ديال واحد القناه راه معروف واحد تخيل اللي دخل كيقول لهم على الوقت على الوقت على الوقت لا كي يدق البراوات لانه ملعوبه عندهم شي مباراه الغد ليه انا ما عرفتش كيقولها بغى يقولها بالعلم شيبه قال له تريح ايه اريحه انا ماشي مع كامل الاسف ولكن شوف غنهضروا على هذا المنتخب الوطني لا ولكن انا بالنسبه لي مع كامل الاسف مع الاسف انا نقول لك شنو اللي مع كامل الاسف باقي ما وصلناش لذاك الشيء اللي بغينا افريقيا ما وصلناش للمبتغى ديالنا انا جايك الحديث انا نقول لك علاش انا والله العظيم مع كامل الاسف باقي ما وصلناش يعني باقي نحن صغار غنبقاو مازال نزيدوا صغار شوف حشومه هذا الشيء 2023 مارس ما عليناش ما عليناش حنا غادي نتكلموا على هذا الموضوع بطبيعه الحال كيف قلت اربعه ديال المحاور الكبرى في حلقه اليوم ناخذ واحد الفاصل ومن بعد نمشيو لاول موضوع في هذه الحلقه والامر يتعلق ب الاودي 7 حنا كنتكلموا عليهم الانجاز هزيمه امام السنغال في المباراه النهائيه 2-1 مي بوديوم في كاس افريقيا لاقل من 17 سنه انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين الاصدقاء اللي كيتبعوا معنا حلقه اليوم عبر شاده اف ام في اليوتيوب المنتخب الوطني ديال اودي 7 فخر الدين بطبيعه الحال انتهت المشاركه انتهت بنتيجه البوديوم المركز الثاني شتي الماتش مع السنغال شويه فكنا وصلنا الجمعه مع الليل حنا هذيك الساعه خدينا الطياره مع 8:30 الليل الله يرضي عليك وراك عارف انت الطريق ديال الفوق عاد هبطنا لتحت وعاد الفندق شفنا فيها شي مهم شفنا فيها انا جاني فيها الشق الاول هو لا بروميير ميطون لا هو ملي كتشوف لا بروميير ميطون انا صراحه غنقول واحد الكلمه الوقيته اللي كانت واحد الزيرو شفت دوزيام ميطون كيفاش باديه ما كنتش كنتوقع على ان المنتخب المغربي غادي ينهزم حيت ما كانش ضغط علينا هو المنتخب السنغالي ولكن التغييرات اللي دارت يمكن كان عندها تاثير بالنسبه للمنتخب السنغالي دخل لاعبين وخرج كي غنقولوا ديك كلمه قرا المباراه ما قراش المباراه انا غادي ندخل معك في البيت القصيد ديريكت باش ما نبقاوش نطولوا في هذا الشيء كله اولا هنيئا للمنتخب هنيئا له وهنيناه قبل كاع ما يوصل لا فينال تماما ملي تكاليفو كان يمكن كان غيكون عندنا اللوم واحد شويه ماشي انا وانت الجمهور العاشق لكره القدم حيت ديما فرق ما بين لي تكنيسيان وما بين العاشق لكره القدم اللي كيبغي الكره ما عنده هو مع لا مع عباس لا مع مسعود عطيه هو واحد الانسان لابس توني ديال المغرب تيعيش هو مع المنتخب المغربي هذه وحده اذا يمكن كنت اليمينينا كانت الحديث غيكون اكثر على سعيد شيبه ولا انه ولا الاستاف وبنوك احنا وصلنا للفينال يمكن ضيعناه منين ولينا حنا وصلنا نبداو نقولوا ضيعناه بعد ما كنا كنقولوا حنا يا ربي يا ربي غير غنوصلوا ندوزوا انا عارفين المنتخب مالي اللي كان تا هو صعيب وبوركينا فاسو والسنغال كنا عارفينهم اشنو اللي غادي يقدر يتقال على شيبه مع العلم انت دابا كنت كتكلم معايا قلت لي كاين وكاين سولتك واحد السؤال قلت لك واش كتحاكم لا جيستيون ديال اودي 7 بالعقليه ديال السنغال انا بالنسبه لي شيبه الى هو دار شتي الغلط في حداته غادي يستافد منه لا فين هو الغلط بعدا وصلت ليا انا كنقول لك انا ما بغيتش نوصل معك شوف انا ملي كنت معك هنا ما كندخلش معك في علاش كنسولك ما كندخلش معك في الطاكسي علاش كنسول علاش كتسول انت دوزتي هاد الدراري عرفت هاد الدراري صغار هادو بزاف اش كدير شونجمون هاد الدراري التعامل ديالهم صعيب ماشي بحال التعامل ديال السينيور لا ما تقدرش حيت هادو لاج ديالهم وداك الشيء ما عليناش هو في اغلب الامور ولا الاحيان انه انا دابا الا بغيت نحاسب شيبه غادي نحاسبه وانا جالس معاه اتي تروبوزي انا وياه وغنجلسوا انا وياه وغنقدروا نتفاهموا على بزاف ديال الحوايج ولكن هنا في اذاعه انا كنت بغيت نتحاسب مع شيبه من لي بريمي ماتش بدا نتحاسب معاه بحال اللي كنت كندير مع واحد اطول حد ديك الساعه سينيور مع بحال اللي حاط الكراكي هادو مدربين ملي كيكونوا لاعبين مع المنتخب هذا الاول عندي الحق ندير الكريتيك وعندي الحق مع هذا المنتخب الاول لا انا انت دخول هذا خروج هذا هذه الفئه هذه العمريه خلينا شيبه خدام وكنشجعوه حيت كلشي كيوصل كلشي كيوصل عندك تكون غلط يمكن انا كفخر الدين اونسيان جوار وداك الشيء
الا جيت انا ودرت الكريتيك من الاول شي با كنضرب انا دخلت معاه في شي حوايج اللي صراحه غنولي بحال ضده. اذا دابا انا شيبا الا هو كاع الا هو ما داس لا فينال كيتكلموا على لي شونجمون كيتكلموا انا سمعت كيوصلني الاصداء شيبا انا كنظن غادي يستافد. وي شوف واش الخروج من هاد الدوري غادي يخرج به شيبا خاوي الوفاد؟ لا لا هو عامر الوفاد دابا. بلاتي بلاتي لعبتي ماتشات كبار لعبتي الماتش كاملين لعبتي كاع لي ماتش كاع لي ماتش درتي كاع لو تورنوا كله عرفتي شنو هو المقومات ديالك وعرفتي دابا اش خاصك من بعد. هاي دابا شيبا واش غيكمل بعدا مع هادو ستاف شكون هما هادو اللي غيكونوا عاوتاني؟ نورمالمون هو اللي هو اللي غادي معاهم ياك هو اللي غادي معاهم الا كان هو اللي غادي يمشي معاهم عارف اش خاصو عارف شنو هما الامور اللي خصاتو في الماتشات اللي كان فيهم وصلوا البينانتيات عارف شنو هما الامور اللي مع السينيغال انا رابح بواحد الزيرو اللي كل واحد كيبغي يتمنى وفي لافان دي ماتش وليت انا اللي خاسر بجوج لواحد. اذا هذه كلها مزيانه للمدرب مزيانه حيت مدرب بدون اغلاط ما كنظنش جميع المدربين كيرتكبوا اغلاط وفين خصك ترتكب الاغلاط واخا هي راه في ليجون في ليجون باش تصحح. علاش كيقول اجي واحد القضيه ما كتسمعش واحد الكلمه خصو يمشي يتعلم في ليجون كتسمع ولا ما كتسمع؟ كتسمع ما كتسمعش خصو يمشي يستافد في الهوات ما معنى ذلك؟ دير واخا تغلط حنا ليس احتقارا لهذا القسم انا اشتغلت فيه ولكن التمارين اللي غتضرب بغيتي دير شونجمون الف مطرقه ومطرقه بغيتي دير ان ميليو بزمنك كتخمم لي جون لا ميم شوز. اذا حنا كان حنا شيبا ما نحطوش في واحد درجه على انه ايه وصلنا للفينال تبارك الله ودرنا بوديوم ودرنا بوديوم وغاديين دابا ان شاء الله نمشيو لكاس العالم. شيبا انا ما كنظنش منير غادي يجلس وغادي يقول انا ساليت وانا ان شاء الله لا ساعدني الوقت ان شاء الله غادي نحاول نتصل به ولماذا حتى يرتاح واحد السيمانه ولا جوج ويوضح لنا بزاف ديال الامور علاش اللي يجي هنايا ولا يولي يتكلم معنا ويوضح لنا بزاف ديال كان الأمور. كيف العاده كان الاستقبال ديال هاد الدراري من طرف رئيس الجامعه غير هو كيف العاده شوف انا احترم الحماس ديال فوزي القجع كرئيس لان حتى شي واحد ما غادي غيكره ان فئه ديال واحد القطاع اللي انت كتسيرون دارت واحد نجاح غير هو انتقاء الكلمات لان الخطاب كيكون بعض المرات شويه قاصح على هاد الدراري. مزيان قال لهم راه حنا بهذا الانجاز ديالكم نتوما كنرسخوا اننا كنوصلوا لديك ثقافه الالقاب ما بقيناش كنبغيو نمشيو فقط للمشاركه هذه مزيانه. الحاجه الثانيه حطيتي عليهم ضغط قلتي لهم لا كوب دو موند خصنا ننافسوا الى ابعد حد أو. خلي بلاتي دوز هذه المده لا كوب دو موند باقي حتى نوفمبر باقي ماشي حتى نوفمبر وعندها حتى هي عندها مقومات ديالها المقومات ديالها انت غتبريباري ليها شوف منير خلينا نتكلموا بصراحه المنتخبات ديالها هذوك اللي كيتاهلوا بعدا هما هذوك اللي كيتاهلوا راه ماشي هما بحال اللي كتاهل انت هنا في المنطقه راه ديما هذا هو الفرق اللي عندك. انا جايك فاش جبت واحد الاشاره دونك كاس العالم يو 17 هي راه تقدر تمشي تقول غنمشي ننافس ولكن لا بلاتي عارف بعدا شكون انت شنو المجموعه اللي غتكون عندك في الساعه لا استراتيجي دابا هي كاين الاغلبيه ديال اللاعبين المحليين واش غادي تعززوها بدراري عاوتاني غيكونوا يقدروا يجيو من تما تقدر يجيها تقدر يجيو غيجيو تقدر ديرها غادي يجيو هي اللي غتشوف شوف ديك الساعه واش غيبان لك شي بياس زوين تما دراري زوينين اللي كوب دو موند من بعد ما تسالي ما بغيناش نجيو نتكلموا عليها بحال راه بقى مرابط من 2013 وراه بقى فينا هو نبيل الجعدي فينا هو هذا هذا هو لوبجيكتيف ما حكايه نوصلوا لابعد حد والالقاب داك الشيء ثانوي. ثم انا بالنسبه لي فوزي القجع اخطا الطريق في واحد الجمله قالها للدراري قال لهم ما يكونش الطموح ديالكم انتم هو تكبروا وتوليوا برو لا الطموح هو ديما يكون اكبر لا كوب دو موند يكون لا بالنسبه لي الطموح ديال هاد الدري الا كان غيطمح الاج دو 17 يولي برو راه سي ديجا راه حاجه مزيانه الا كان كيطمح دابا يجي ان جون بحال هكا وغادي يولي برو مزيان الطموح غير هو ما نتقلوش عليهم وقال لهم واحد الكلمه زوينه باش نختموها في الاخر قال لهم يلا نمشيو نرتاحوا دابا ومن بعد غادي نعاودوا نرجعوا نخدموا اها سي بيان بيان سي نرجعوا نخدموا شنو خدموا شنو قلتوا كي قلتي نتايا ونفكروا في لا سويت هي اللي غتكون صعيبه ونعزوا اهم حاجه نعزوا الرصيد ديالنا في هذه المشاركات راه دابا عرفتي شحال راه من شحال من دوره دابا كاينه ديال هاد يونيسيت 14 كوب دافريك راه يلاه شاركنا في ثلاثه فوالا وحده نظمناها شاركنا فيها وحده تاهلنا لها مع جمال السلامي لان النظام ديال التصفيات تبدل
وحدها هي في نفس النظام دابا دابا انت حنا كنتكلموا على داك الفريق الخصم اللي فاز دابا من الاحصائيات فاز بجميع الالقاب في جميع الكاتيجوري مشى للبحر داه دا في الرملات دا في الغازون دا في الحجر دا في المحليين دا في كلشي دا في تف اسميته ناس ولكن كاين واحد الفرق كبير بينه وبينهم حنا على مستوى الامكانيات الماديه التجهيزات كاينه تما الماده الخام العنصر البشري هو اللي كاينه متوفر بزاف وراك شفتي على عينك وقيله وما يديك انا شفتك انك هذاك نعرف هذاك الدوري ديال والماس راه تخلعت انا كاينه الماده عندهم بزاف ديال الدراري وعندهم هما كيفاش يخدموا عندهم كيفاش يخدموا فشوف غادي نقولوا برافو تبارك الله على هاد الدراري ونرجع لهذيك النقطة اللي قلتي ديال المنتخبات اللي كتأهل عقلتي كنا كنهضروا على كأس آسيا وصلت العراق وأوزباكستان ياك قلتي انطلقت دابا كأس العالم قل من 20 أوزباكستان لعبة مع البلد المنظم الأرجنتين 2-1 بالبونية باش ربحات الأرجنتين يلاه عاد أوزباكستان يلاه دابا شكون اللي غادي يعرف بأن فين حيت حنا دابا ما عندناش اطلاع مولاي حنا بقينا حنا غير كنمشيو بالبلد اسم ديال البلد ولكن الخدمة ما كتفاجئك ها هي غامبيا مشاركة في اليوفان سير شوف كيفاش غيكون غامبيا وقيلة لعبة اليوم ما بقاش ساهل هذاك الشيء ما بقاش ساهل لعبة اليوم تونس مع انجلترا بقاش ساهل مع السبعة البارح السنغال خسروا مع الجابون هاد السنغال هذه خسروا ايوا هاد السنغال خسرت مع من؟ الجابون شكون هما الجابون؟ هما اضعف من الجابون بحال ماشي بريز ديال الضو ولا شي حاجة هذوك تيكونوا من صغرهم لا تبارك الله كاين الخدمة والماتش الواعر هو الايطالي اللي ربحات البرازيل بثلاثة لجوج كانوا رابحين 3-0 ورجعوا البرازيل بثلاثة لجوج هنا دير لي علامة استفهام هنا انا كنهضر عليها هاد البرازيل غتعاني راه غادي وكتعاني لا غتعاني غتزيد تعاني ربي تنقول لك شي حاجة راه يا ربي تسمح لي ماشي تنعلم كتبان لي من خلال يعني لا كاليتي ديال لي جوار اللي ما بقاتش وهذا الشيء اللي وليت كنشوف انا عندهم انا كنقول هادو غادي يوصلوا شي نهار واقيلا غادي تكون عندهم شي كارثه كرويه لان صافي غادي نو كيموتوا العين ديالهم كتنشف ما عرفتش شنو هو اللي واقع والله ما عرفت امونيا ولا خصهم يشوفوا عاطيني داخليا يرجعوا لداخل ويهتموا ويشوفوا واش كاين تحيه من بورغون حدا جامع الطاهري السمنة اللي صدرتي ضربتي دويره ما خليتي فين مشيتي فين دابا رجعتي لجامع الطاهري تحيه لك لا كانت هو ديما حدا جامع الطاهري هاد السيد لا ولكن السمنة اللي داس ما خلا فين تسارى بينا داك دا تيرا المكسيك وداك الشيء ياسر قموح السي فخر الدين شنو بان لك في الراسيزم اللي كيتعرض ليه فينيسيوس ايوا ماشي شي حاجه جديده تعرضوا لي لاعبين كثار هذاك كوليبالي في نابولي وقع مشكل كبير كاع إيمان العلوي تحية المنير فخر الدين شكرا سي رشيد عز مسالم تبارك الله عليك ديما وداد ألف مبروك تأهل النهائي أراب الرع أراب الرع تحية لكم سي فخر الدين سي مدير من الدوحة الله قطر تحية وداد الأمة ماشي مصريين معنا راه كيترعدوا ما فهموا والو فينا وهو الرواج بدي من البارح بطبيعة الحال وغادي يبقى ومازال عاد غيبقى عاد غيبدا واحد الصديق بعد واحد الصديق صحفي عرفتي راه كل انا يا عندي تانا كل ساعتين انا راه عندي تانا من فضلك رقم وانت انا راه كيصيفط لي انا راه كيصيفط كيكتب لي واحد الحاجة خلاتها توصل للمباراة الوداد نتمنى يدار شي إجراء على مستوى الإدارة الوداد حتى اللعابة ما يبقاوش يخرجوا بزاف في هاد الأيامات لان باش تلقى دابا لاعب مصري تهضر معاه ولا لا لقيتيه نديرو حتى حنا بنفس نفس نفس القضيه السلام عليكم ورحمه الله تحياتي لك اخي مولاي الحاج فخر الدين اللي عجبني هو اللمه اللي كانت بين الفريخ وبن شريفه والداودي بيدودان بيدودان زيد في مباراه الوداد وسان داونز فخر الدين داودي بيدو بدر القادوري بدر القادوري حتى هو عطاني غير هاد السميات وبابا بابا كان جاكم الوصف في الفيديو بابا الدين مشى معنا سي احمد مقروح الله عمرها دار ودابا ملي كتشوف بحال هكا كتقول ها هو راه كوب دافريك 76 راه تقدم عطاوه واحد الجائزه في هذا يعني ملي كان في البلد كنقولوا حنا في تسليم جوائز هو كان ممثل وناضوا منين قدموه كعدد كبير ما عرفوش عاد منين وقف عرفوه مع داروا لقطات ديال المنتخب المغربي الله الله ديال 22 وداك الشيء اللي داز هما يقولوا لهم ها هو حيت اللقب الوحيد اللي عندك ها هو السيد اللي كان السبب هو المسجل الهدف والناس بقات كتصفق عليه وداك الشيء وحتى هو سبحان الله العظيم هاد الجيل جيل ذو اخلاق عاليه مكالمين ما كاينش كاع ظريف الاصدقاء بزاف كيهضروا لي على الاهلي يستضعفون حاقرين مزيان خليهم اخويا خليهم اللي كيهمنا حنا هو باقي الحال
هضر على فرقتك. تهضر على فرقتك نتايا. هما كاع ما كيهموك. جميع بطولات العالم انتهت الى بطولة المغرب من الصيف حتى للصيف. احمد وش لا لا. ولا سالات. بدينا احنا في الشتاء ما بديناش في الصيف. رحلات الشتاء والصيف. رحلات الشتاء وكان توقف وكان. سي السلام عليكم ورحمة الله أخي منير الحاج فخر الدين. إيه تحياتي سي فؤاد تحياتي كذلك. كما قلت سابقا فريق سان داونز فريق ضعيف في الوسط. لا لا لا, لا, لا عندك لا عندك لا لا عندك ويغامر هجوميا بالزيادة. انتظروا تحليلي لمباراة الأهلي السهلة من خلال تحليل الفريق المصري. صافي احنا ننتظرك السي كات كات. ديما ويداد خويا الفريق وجد راسك. خوتنا الاهلاويين راهم عاود ثاني غيوجدوا الحمله اعلاميه راه حنا معولين عليك. ضروري غيعيطوا ليه. واه عيطوا شحال عيطوا ليه والله. ما واحد خينا كيصيفط لي منك في ليه في اسا كنقلب تيما يقول لي كابتن كابتن فخر الدين معك هذا وتنقول لي واخا ما خدامين خدامين. خاصنا نسينو الوداد تيسالي والمنتخب تيسالي عاد نكملوا البطوله والكاس في عز الصيف. انوار محرزي شوف البرمجه ديالك دايره بحال هكا. ما عندنا ما نديرو والبطوله ماشي هي هذا الوقت اللي حنا كنهضروا فيه. شوف الوقت ديال التوقف وعلاش التوقف فوالا وهي غادي والانطلاقه ديال البطوله وزيد وزيد وزيد. السلام عليكم. يلا سي منير دخل عندنا دخل عندنا. هذوك الناس راه عارفينهم. لا لا على الاوروب قال لك. حنا داخلين احنا جايين احنا جايين غادي نجيو اسيدي. وحنا كنهضروا على فريق الوداد طبيعه الحال عنده مشاركه خارجيه. فريق اخر اللي كيتنافس معاه في البطوله الجيش الملكي كانت عنده حتى هو مشاركه خارجيه اللي هو الجيش الملكي واللي انهى الشوط الاول ديالو في المباراه في المواجهه مع الوحده الاماراتي الشوط الاول في الرباط 0-0. كيفاش شفتي شنو التعليق ديالك على لا ما انا يمكن غنرجع معاك الكلام اللي انتهينا به هنا هو انت وانا. انت كنتي متخوف جدا سبحان الله العظيم. كنتي متخوف وقلتي لي الوحده. انا قلت لك قدام منير على حساب الامكانيات اللي كيتوفر لهم اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي قادر فريق الجيش على انه يدير لا ديفيرونس. ولكن مع كامل الاسف اصطدم بواحد الفريق اللي هو انا كنقولها فريق الوحده ماشي سهل. المشاركات ديالو مع اسيا كثيرة عنده اللعابة اللي عنده بعدا لا من غير اللعابة والمشاركات ديالو اسيويا كتفرض عليه على انه كيدير لقاءات كبار وهذه راه نافعة وما مولين هما لان في ذاك لوكوتي في ذاك الشق ديال اسيا كيتواجهوا مع كوريا ومع منتخبات اللي هي الجابون مع قطر مع السعودية اللي معاوناهم كثير وخلاته. اذا يمكن جاو الوحدة بهاد اللاعبين اللي كيتوفروا لهم اجانب اللي هما عندهم لا كاليتي ديال انا نقولها وهادي شي حاجه اللي عاديه الوحده ولا الاهلي ولا دوك ولا الجزيره ولا ما يجيبوش لك نامبورت كي كيجيبوا لعابه في المستوى العالي. وراه ما يمكن راه انت بانت على انه فريق الجيش الملكي لقى صعوبه وصعوبه كبيره نتمنوا ولكن الصعوبه اللي لقى الجيش الملكي واش حيت الخصم كان واقف ولا اصلا الجيش الملكي ماشي هو دابا الجيش كيجي من ضربه اللي هي الخروج ديالهم من كاس العرش. السؤال واش ما يكونش عنده تاثير. قلنا اللغه ديالي انا كمدرب نقدر نوجهها للاعبين ونقول لهم ودي انتهى كاس العرش ما ساعدناش حد ما مشيناش درنا بون ماتش وندير هذا وجد فرقه ضد الوحده ما كانش داك الشيء المبتغى ما تحققش. عندك كي قلتي انت سالا شوط اول دابا هو ولا عندك مباراه اخرى هي واش تقدر تجيبها في ديك الارضيه ما نقولش الجماهير لان الجماهير ديالهم هي ما كتوصلش للجماهير ديال الفريق الملكي ولكن الناس اللي تما يجيدون كيف كنقولوا حنا كرة القدم كيعرفوا التيران حافظين بزاف ديال الحوايج واش يعطوك لا شونس ويخليو لك الفرصه انك تربحهم. حنا شفنا لا غير باش نعطيو ليكزامبل ملي كتشوف ليبيا بالمشاكل ديالها وفريق اللي كان في واحد الوقيته هو اللي غادي يقدر يدوز اذا كنضرب انا مباراه تكون صعيبه على فريق الجيش الملكي. وما بغيتش انا فريق الجيش الملكي نرجعوا داك السؤال ديالك الاولاني ديال شحال هذا ديال هادي واحد شهرين ولا ثلاث شهور لما اختار على انه يشارك في هاد المسابقات كاملين زائد المنافسه ديالو على البطوله واش عنده ما يكفي ينافس من سلاح. هذا هو المشكل. الجيش الملكي البعثة صفرت البارح عندهم اللقاء بعد غدا. نتمنوا لهم التوفيق في هاد المباراه. لاعبين الاربعاء لاعبين نهار الاربعاء قوة دغيا زربوا عليهم لاعبين الاربعاء غتسالي الاربعاء غادي تجي كيتسناك ماتش ديال الفتح في البطوله. هذه هي هذه كي قلتي انت ديال المشاركه هو الكالوندريي. اذا الجيش الملكي باقي عنده الحظوظ فين يقدر لنا الكره هذه غادي يلعب. احنا ما حيدناش الحظوظ. احنا اللي كنتكلموا واش فريق الجيش الملكي قادر
انه يمشي يكون مزيان، يكون مزيان في الامارات وبالتوفيق. توفيق لفريق الجيش الملكي. عمر الوالي قال لك مبروك للوداد اداره وجمهور ولاعبين، العائله ملمومه بقوه بجهد الله. يوسف القادري ارحم باك عفيونا من داك الشيء ديال افضل رئيس وداك الشيء. سعيد ناصر ما حيد ليه حتى شي واحد هذه الانجازات وهذه الالقاب اللي دارت الوداد في العهد ديالو، ما حيد ليه حتى شي واحد. تفرجت في الحلقه ديال عبد السلام بن جلون مع ابو خريس، قال بلي البطوله المغربيه ضعيفه ولا بغات تطور خصنا نكثروا من الماتشات. وجهه نظر الا قالها لعاب ممكن، ولكن باش تزيد من الماتشات فين بعدا الماتشات اللي عندك دابا فين كتبرمجهم؟ احنا يلا داوين البطوله غتنطلق في سبتمبر ولا ولا امتى وما غتسالي ثاني حتى الجويي. هاي ما غتسالي البطوله ثاني، شوف حتى الجويي والفرق اللي غيشاركوا ثاني ما بلاتيش من جويي. غتسالي في جوان عندك هذه كوب دافريك ديال لي 23، موراها خص بدا تهضر على كاس العرب الوداد والرجاء ولي فار ان شاء الله الا دازت. دونك هاد الفراقي تقريبا راه ما عندهم لا صيف لا عطله لا حتى شي حاجه. حنا في الكرة واخا تحية الفريق الرجل الطيب، ما بغيتش نبيعك العجل ولكن غير وجد راسك خوتنا الأهلاويين كيوجدوا ثاني فانتا. السلام عليكم تحياتي لك شكرا واخا. تحية لكل الأصدقاء وكل المتتبعين. الوداد الوداد يمكن تكلمنا على قبل، يمكن كان واحد عدد كبير ديال، وتسمح لي نطرح واحد السؤال من الاولاني نفتحوا به النقاش. ما كاين مشكل، كنا هضرنا على الرأسمال الحقيقي الحقيقي اللي هو اللعابه. لعابه وبيان سور، ولا ما عندكش الرأسمال راه ما عندك والو. واش بان لك في الماتش ديال السبت على ان الرأسمال الحقيقي اللي عند الوداد هو اللعابه؟ غير واحد القضيه خصك تعرفها. اتونسيون، راس المال كنقولوها دائما، راه الا كانوا اللعابه ماشي في المستوى ديالهم شكون هو اللي يلعب ضد سيمبا؟ اللعابه. شكون اللي يلعب ضد ساندونز هنايا؟ اللعابه. راه يلعب هو اللي كيدير دابا. غوارديولا احسن مدرب باللعابه شي غدا شد غوارديولا تعطيه خيخون ولا تعطيه سوسيداد غادي يدير اللمسه ديالو. ما نحيدش لي بانه ست ان اونترينور ست ان تكنيسيان ست ان غونار اللي بغيتي كيتوفر في هذا، ولكن غادي تكون عنده القاعده محدوده. ما معنى ذلك؟ غيشتغل مع هاد السوسيداد وغادي يدير لهم ذاك الوانتو اللي كيدير، غادي لهم لا بوسيسيون، ولكن فينا هو اللعاب اللي غينفذ اللي غينفذ لي هذاك الشيء ويدير لي لا ديفيرونس لا كاليتي ديال الجوار اللي عندك. انت ملي كيكون عندك ان سيرتان محرز ديما جالس تقريبا فودان ولا هذا، اذا راه عندك لا كاليتي ديال الجوار مزيانه. نرجعوا للوداد. الوداد ملي كنا كنتكلموا سيرتو مع ساندونس عدد كبير هنا كان خايف ما عطيش، ولكن ملي كنتي كان هنا كنتي كان احسن نتيجه 0-0. هي 0-0 ملعوبه ملعوبه جميع المقاييس. ثم لافونتاج اللي عند الوداد شنو هو؟ هو هذا الخصم هذا ما تيلعبش ما عندوش خشونه. راه اخيب حاجه. شوف انا واحد القضيه نقولها لك، شوف الطريقه اللي كان كيلعب بها سيمبا مع الوداد ليه، وشوف الطريقه اللي كيلعبوا مع بعض الفرق اللي كتلعب مع فريق الوداد خارج الميدان بعد ما كتمشي لغانا ولا نيجيريا ولا هذا، كتلقى لعابه اللي كيعتمدوا على اللياقه البدنيه. هاد الفريق انا تكلمت عليه اكثر من مره كيعول على تكنيك بزاف، ما عندوش ديك كيحط الكره للارض وكيساعدك انت. اش قلت لك انا هذاك النهار؟ قلت لك انا الوداد المدرب قلت لي يرجع واش خوي، قلت لك يرجع اللور مع العلم انه خصو يكون كيخمم في لاطاك. داير وناجم راه مشى فاس، مترجي كان غادي يقدر يدا. وصلنا في لا بريمير ميطون، في دوزام ميطون كانت باينه بانه غيبقى دائما ذاك الضغط ديال ساندونز. جا هدف، وهدف جا بديك نفس الطريقه اللي جاوا بها شي كواري اللي ضاعوا. فين كانوا كيكون لو دونجي عند الوداد؟ في النقطه ديال ضرب الجزاء. اشاك فوا تيكون شي واحد ليبر تما، وكانت فوت. لا اتونسيون، اشاك فوا عاود الماتش كانت غلطه ديال اللعاب. لا هي عاود الماتش غتلقى بزاف ديال الكواري، الكره اللي غادي يجبد اللي غيطيح عليها في الارض راه حتى هي من تما. اذا راه بزاف ديال الكواري كانوا ملي كيمشيو كيديروا اون روتري ما كيكونش
كثرت اللاعبين حدا حدا النقطه ديال ضربه الجزاء وكانوا كيشكلوا مشكل، كانوا بغاو يدخلوا من الوسط عياو ما يديروا داك الوانتو من بغاو يدخلوا من الوسط وما قدروش، كانوا الدراري واقفين. اذا المشكل هو الفرقه اللي بغات تدخل من الوسط خليها ما عمرها ما توصل داك المبتغى ديالها، تخاف عليها من الجناب وضيور ملي كانوا كيمشيو من الجناب كيكونوا دونجور. حنا كنتفرجوا تسجل الهدف قبل ما يتسجل الهدف في الدقيقه 50 وقيلا في 55 غيتسجل الهدف ولا 53 اه المهم تسجل. المهم كنا جالسين مع الدراري كنتفرجوا كتقول لي الا كانت غتوقع شي حاجه توقع دابا بعد باقي الوقت. قلت انا وبدر قادوري والداودي والدراري كنهضروا قلت لهم الا كانت غتوقع شي حاجه توقع دابا. هذاك الضغط اللي دايرين هما جو بريفير انا الا كانت غتوقع لينا شي حاجه توقع في واحد الوقيته ووقعات في الدقيقه 55 وقيله تسجل الهدف. اذا الوداد غتخرج اكثر وهي اللي دارت، خرجوا الدراري منين خرجوا يلعبوا وداروا قدروا يسجلوا هدف ديال العملود اللي كنقول انا دائما بالراس. هذاك الوليد انا دائما كنت كنتكلم عليه معك هنايا مع العلم انا كاين شي وحدين تيقول لك يمكن العملود كيلعب في البطوله في البطوله ماشي هو ديال انا قلت لك ديال لاكوب دافريك لا كاليتي دي جوار انا كيبان لي تبارك الله داخل في ذاك راس المال الدري كيطلع هذا على الاقل كيعطيك شي واحد كديما هو في لاطاك وكيدير. اذا احنا قلناها تصور معايا انا هدف 88 غادي يكون مشكله للوداد. صافي صلانبي. اذا هذيك الوقيته رياجه الوداد ثم كانت دخول الدودي الجعدي اللي كان انا كنظن بانه كان ما وصلش للمبتغى ديالو الوليد حيمود تبارك الله دائما كنا كنتكلموا عليه وتنقولوا اعطيه لو طون دو جو ويفرجك يفرجك راه حتى واحد ما بدا كبير راه الا ما درتيش الثقه في واحد اللعاب ديالك اللي هو تكنيكمون مزيان عنده ديك لي باس او بروفوندور عنده ما غاديش راه بان داك النهار هو الاكستيريور ودير ان بون ماتش. اذا التغييرات بالنسبه لي انايا سومبو قدر يساير رغم انه انا كنقولها بانه راه كاينه لا بليسيور ولكن راه قدر يقاوم على الاقل ديزيكيليبرا لا ديفونس. جا هدف ثاني راك شتيه في واحد الوقت اللي هو ولكن الرجعه اللي رجعت وذاك الهدف ديال التعادل ثم ذاك الضغط اللي بقى داير فريق الوداد الوقت اللي تزاد قدر فريق يبقى واقف. هذاك الوقت اللي تزاد راه اغلبيه الوقت راه كانت الكره عند الوداد. ما مهم على الاقل هما شوف هو فريق ساندونس ديما كنا كنتكلموا عليه سبحان الله العظيم فريق اللي الضغط كيكون عنده هو تمايا هو الحمد لله اللي ما سجلش هنايا. شتي انا قلتها لك ذاك النهار قلت لك راه 0-0 راه كانت مزيانه لانه تصور معايا في كوساندونز سجل شي هدف ولا جوج اكون سجل غادي تمشي اصلا ماتش الريتور وانت عندك الحساب ديال اش غدير وراه هذيك 0-0 خلات الفريق يبقى يحل ولا انه عنده تقريبا واش قلت لك انا عنده 50 ماتش جديد وهي اللي بانت ذاك النهار. ثم نعاود نقولها لك فريق ساندونز داخل الميدان ديالو اكثر من مره تيكون دايخ وسيرتو الا سجلتي عليه ولا ديما كيكون الضغط عليه زائد كيف قلت لك انا فريق اللي كيبغي يلعب الكره. انا نفضل نواجه فريق بهذا الشكل ولا نمشي نلعب مع فريق اللي كيعتمد على اللياقه البدنيه وما يخرجش يلعب معك كاع خبارك كاين فريق بزيرو زيرو ما يخرجش يلعب معك يبقى يضرب معك ويسلخ فيك وغيجرك يجرك الله ولا يقدر يتسنى هو غير فحال اللي بارزاريطي ويطلع فوق اللعابه ويسجل لك شي بيت اللي هو مخرمز ويخليك تتعذب. اذا هذا فريق من الارضيه تلعب مزيانه كيحط كره الارض الحمد لله. ثم التفكير انا كنقول في التسير ديال المباراه وكيفاش الاختيارات ديال اللاعبين هذوك اللاعبين اللي كانوا عندك اللي داروا تمايا ابار اش نقول لك انا الجهدي اللي كان شويه هذا بالنسبه لي مترجي ما كانش خايب يعني اسميتو ونجم تا هو ما كانش خايب الدراري في لاطاك واش هما ما كانوش خايبين حيت هما بلي كاليتي ديالهم ولا حيت التوظيف ديالهم في هذا الماتش كان لا هما التوغلات ديالهم كانوا في الجناب التوظيف شوف التوظيف انا بغيت القضيه انا بالنسبه لي انا مترجي بالسرعه ديالو يلعب في الجناب يكون ميور غدا غتجيب ونجم وتحطو الوسط غادي تكرفصو ونجم تا هو بلا رابيديتي تاعو اللي عطاه الله وديك السرعه اللي عنده يمشي في الجناب غادي يكون مزيان حيت ملي كتحطني في الجناب تيكون عندي على العاب واحد هاي اليميني
عرفتوش فهمتيني ولا لا؟ كنهضر مع واحد ديال الجناب. الوغ ملي كتكون الوسط خاصك تإليميني جوج ولا ثلاثة ودير، لا ملي كتكون في الجناب كيعطيوها لك إما الله يعطيها، إما يعطيوها لك الوسط وتمشي بحال دابا اللي كيعطي حيمود وتمشي منك وتدخل الكاري 18 وراه وقعات، ولا كإليميني أن جوور. هذه لا ديفيرونس كيكون عند الدراري تيكونوا في الجناب. نمشيو عند جمال يعطينا فاصل ثم نعود من بعد منه باش نكمل معك هذا النقاش على مباراة الوداد وماميلودي ساندونز والوداد في نهائي آخر، النهائي الثاني على التوالي، يمكن هي اللي ما وقعتش فهاد 6 سنين وقيل ولا 7 سنين الأخرى. ها هي، إذا الوداد وصل للمباراة النهائية سنة 2023. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شذا اف ام. عبد اللطيف كرومية، الأبطال تكشر عن أنيابها في الوقت المناسب. فؤاد، دقيقة 80 نتيجة 1، بغينا نعرفوا منك الحاج فخر الدين شنو السيناريو اللي توقعتي بصراحة. إسماعيل حسوي، جلال الدولي قدم إضافة في الدخول ديالو. تيكا تيك، لماذا لا يلعب النهائي في ملعب محايد في مباراة وحدة؟ راه هذا هو النظام اللي كان، والكاف قررت انها ترجع للنظام ديال الدكتور. شنو هو السبب؟ على الصداع والغلط، الاستقبالات ما بقاوش كاين. لا ماشي من غير الغلط، حتى كاين شي وحدين ما بقاوش كيقدروا لهم، ما بقاوش كيلقاو فين يلعبوا، عدد كبير كيتهرب. ما تقدم حد، لا فوالا ما كيبغيوش اليوم، ما كيبغيوش حيت هذاك الشيء ديال الاوروب ما تقدرش تطبقوا في، ما فوالا ما تقدرش في افريقيا. واحد السيد ايمن قال لك جي طومبي سور اون فيديو دو فخر الدين كونت اي تي ان جوور ا ليبوك اي تي ان تيور اون ديغي كي لي امبابي. ودابا شوف هالفيديو اللي شفتي، اللي ما شفتيش راه مصيبه ثاني. عبد المنعم شافر كيهضر على اسماعيل قندوس، وي اسماعيل قندوس ما عرفتش واش غيكون في لا ليست الجايه ديال ليكيب ناسيونال. فيغ ديتر ماروكان، ملحوظه مهمه، فريق سان داونز يلعب كره بدون تضيع الوقت والتوحيط والخبط الكرويين للامانه فقط. لا شوف، وحتى الروح الرياضيه شوف، دي تكنيسيان، دي تكنيسيان، بغيتي ولا كرهتي؟ حتى الروح الرياضيه ديال الجمهور، الجمهور ولا شي حسب ما عاودوا الناس اللي جاوا. لا لا ما كاينش سبحان الله العظيم. لولا ضياع الفرص التي تحصل عليها فريق الوداد لا في الذهاب ولا في الاياب لكان الوضع مختلفا ولكان التاهل اسهل. المهم دابا كاين التاهل، ودابا ما عندك ما دير. وهذه كرة قدم، علينا التركيز على اتمام الهجمات. هذه كرة قدم، راه ديال المترجي راه كانت غير بشويه قليل من الحظ، جبد الكارديان نفس النسخه سبحان الله. نفس لا لا هذه شويه ضرب عليها تمارا اكثر، الاخرى لقاها موجوده هنا في كومبلكس. هذه جرابه، هذه جرابه ضرب بها تمارا. ثم ديال النجم، انا كنظن كون دار لو جيست على انه غادي يضرب وما ضربش كان غادي يطيح الكول والديفونسور. ودي ديرها انت يا هادي عاد نقول لك انايا بقينا كنتكلموا عليها، على انه كون دار لو جيست على انه غادي يضرب وما ضربش، هو دار لو جيست غيضرب وضرب، كيف حيد عليه الديفونسور محدا رجليه، كان يطيحهم بجوج، ولكن ما كاين مشكل. هشام ابلوح قال لي تصريح المدرب ديال سان داونز، قال امتلك انا الغرور وكنا نظن اننا نواجه شباب الوزداد بسبب تشابه القمصان. لا ما قالش هذا الشيء، صحابني انا كنهضر معك. مبارك قال لي والسيمونير خاصنا نلعبوا. لا السي مبارك كاين اخويا جوج ديال الحوايج، كاين الموقف كيهضر لي قال لك خاصنا حتى حنايا كمغرب نديروا بحال سميتو عليه. اشنو داك الشيء؟ ماشي انا اللي كنقرو، ماشي الجامعة كرة القدم، داك الشيء ديال السياسة. يلا سالينا من داك الشيء يا منير، ما عندك ما تاه، أكيد الاختصاصة ولا أظن. باش تختم الله يرضي عليك، ما عرفتوش كيكونوا يسمعوا لينا ولا لا. شتي هاد الحدث اللي كنت فيه أنا وهاد الناس، كانوا معنا ذوي الاختصاص. أنا هضرتي معايا والله العظيم، إلا كانوا معنا، شوف منير كانوا معنا ذوي الاختصاص. وأطلق الخطاب ديالهم والله ما نقدروا عليهم. شنو هو؟ ما تقدرش عليهم. شتي كتهضر مع بحال هادوك؟ راه غير كيحشم يقول لك تعرفوا الشاده والفد، غير كيحشم يقول لك شوف سمحوا لي انتم راكم بعاد. الله يرضي عليك، والله ما كنتش والله كيحشم يقولها لي. حشم يقولها والله الا بصح منير. دونك الامور راه ماشي بهاد. ثم المغرب دائما كان مع واحد المبدا، ما غاديش يهرسوا على قبل باش يرد ولا باش كنظن فهمتينا السي مبارك. اضافه للروح القتاليه اللي لعبوا بها اللعابه، اللمسة ديال زفين بانت من خلال التغييرات اللي داروا طريقة اللعب، ولكن الغالب الله ما عندك شنو هي اللعابة اللي يقتلوا لك الماتش من لا شيء وفرص مترجي وديال أوناجم. أنا السي مصعب بركاوي، أنا غير بالعين المجردة بغض النظر على زفين كل احترامات ليه وداك الشيء، والله ما عندك هاد لاكاليتي اللي تجمعت ديال اللعابة ديال دابا هادو اللي كاينين دابا، ما نقدرش نقول لك شي حاجة أكثر. نكملوا في الماتش. كنتي كتوقع ديك الرجعة من بعد 2-1؟ ايوا رجعت. شوف هذاك الضغط هو اللي ولد هذاك ردة الفعل، هذاك ردة راه هو اللي ولد ذاك الهدف، بلا ذاك الضغط ما يسجلش هذاك ضد المرمى ديالو. واش فهمتي اش بنقول لك؟ راه خص الضغط يكون. اذا واش ما كت... اللي كت... كتفرج
واش في واحد الزيرو ما قلتيش بان الوليد القادر يرجع؟ والله ما كان عندي الشك بالله. ها الحمد لله. وماشي انت بوحدك مع كامل احترامي. قادرين شوف ما 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 كناش خايفين اكثر بزاف. انا نقول لك القضيه شتي انت غنخاف انا امتى نحيد ساندوز ونجيب هذوك ديال شمال افريقيا اللي ما غيلعبوش معاك لعب نقي. غنخاف 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 ونخاف ونخاف لان هذوك اللي قال التحرميات وداك التخرميق وداك الشيء ديال الكره يعجنوك. شتي شي واحد كان كيطيح ولا كيدير تسميته؟ شتي شي يقول دار جبت شي كره ونعس ودار؟ ما كاينش هذا. اذا كنقول انا دي مومو اللي كتشوف لا كاليتي ديال لي جوور كتشوف مره مره داك اوناجم ولا مترجي ولا العلم الطالع ولا الميليو تيرا كنقول بان الوداد قادر يرجع وفعلا رجع. رجع بهدف وحتى ولو كيف كنقولوا حنا تسجل داك الهدف الثاني كيبان لك بان الوداد الا دار خطوه اخرى القدام قادر يرجع. في غدات خمارو كان قال لي لا تنسى ان الوداد رجعت في النتيجه في الديربي وفي مباريات اخرى الموسم غير هو الماتش ديال السبت مغاير باقي المباريات. ماشي المقام ماشي هما ديال البطوله ماشي هما ديال البطوله. اولا انت بغينا ولا كرهنا راك لاعب مع قلتها مع احسن فريق في الشامبيونز ليغ. احسن فريق في الشامبيونز. وحاجه اخرى كاينه واحد النقطه اللي هي مهمه هو الفريق كيواجه الوداد ولا السيناريو بحال معروف ما بقاش هناك شي فرق. الوداد ساندونز ويد ساندونز ويداد ويداد ساندونز يعني شو سبحان الله عليك تقول انت هذا المربع دائما احنا غنواجهوا الاهلي حتى تجي المناسبه ان شاء الله غادي نتكلموا. راه فرق كبير ما بين هذه المباراه عاوتاني غادي تكون وما بين هاد الفروق اللي كنلعبوا معاهم. راه هذا هو على اين غير ما بين الله اللي وريتو شحال ديال الهضره ديال الهضره. هذا دابا حنا اللي شوف هذا كيتلعب بحوايج اخرى حتى هو كيتلعبوا فيه راك انت عارف ضغوطات وهذا وهذا. انا كنقول بانه تحيه للفريق ديال ساندونز لانه صراحه تيقدم كره جميله وجميله جدا. خاص يفكر في المستقبل في شي حاجه اللي هي وانا كنقول ما غاديش يبقى العام الجاي غتلقى ثاني غادي تلقاه. ولكن انا نقول لك القضيه غادي يغير من الطريقه وقول فخر الدين قال لك غادي يجيبوا شي مدرب اللي غيدخل لهم ديك النزعه ديال الا كنت رابح بواحد تحرميات وماشي تحرميات يولي داك الشيء ديال ضرب. انا نقول لك هاد اللاعب دام يلقاو غادي يجيبوا شي مدرب اللي يقول لك اش هو الخلل ديالنا حنا كنشاركوا دائما كنديروا كيفاش ما كنوصلوش واش فهمتي شنو نقول لك؟ غادي يجي واحد المدرب اللي عنده واحد لادين اللي غيبدلك فيها وخصوصا دوك الشرقيين ما يبغيش يشوفك لاعب ليه ذاك اللاعب ديال واحد عدد كبير ديال اللعاب تقدر شي كرواتي ولا شي صيربي ولا شي روسي هذاك الشيء. شوف ذاك الشيء اللي عطيني نعطيك يقدر يحيدها لهم كاع هو. تولي تشوف ساندونز كضربها من بحال اللي كدير تي بي مازين بملي كتكون حاصله شتيها على هذوك باش كانوا كيربحوا بهذا الشيء بهذا الضغط اللي كنقول لك وبتيرانهم وبتيرانهم وكيديروا ما كيعرفوش هما هذه القضيه ديال نلعب معاك وندير وضربني نضربك. اذا حنا الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل غير القضيه اللي نفعات. انا نقولها راه ندور تنعياو ونرجعوا ذاك الماتش ديال الدار البيضاء اللي عدد كبير من المحبين كان متخوف. راه 0-0 راه كانت مهمه للوداد. راه كنا ناقشنا 0-0 غير في النقص العددي راه مزيان. وصان داوز اللي ما سجلش حيت راه اللي كيسجل خارج الميدان كيعذبك. الوداد غادي يمشي خصو يفكر باش يرجع في النتيجه خصو بعد على الاقل يقول باغي نسجل هدف. اذا 0-0 كانت ملعومه المباراه. الشوط اول تلعب هنايا والشوط الثاني تلعب لهيه. تيكا تيك هل الاهلي هذا العام هو نفس الاهلي ديال العام الماضي؟ الاهلي راه خصو تعرف واحد القضيه. الاهلي كتسمع ذاك العنوان ديال الا يشابي بال وراه هي ديال الاهلي. الاهلي راه خرج من واحد البلاصه اخر ماتش ديالو ماشي هو اللي غيدوز ماشي تا ماتش ديالو. بيناتي محطوط هنايا ديال وحدين اخرين وفي الدقيقه 90 95 يماركيها الهلال اللي غدوز. الاهلي واخا ضرب حتى 80 شو سبحان الله العظيم مسؤوليه على ذوك الهلال هما اللي كيتحملوا مسؤوليتهم. ولكن انت اش قلنا انا وياك هاد الاهلي اللي داز بهذه الطريقه غتلقاها في الفينال. هو اللي قلنا هنا والله الا قلنا هنا وشحال واحد قال لك لا ستيموني غتلقاها في الفينال. ها هي علاش اش دارت؟ حيت هي الاكسبيرونس عندها كل شيء. انا ما بغيتش نجاوبك على شنو الاحسن هذا العام ولا العام اللي قبل ولكن غنجاوبك اجمالا. احسن ولا ماشي احسن؟ شكون؟ الاهلي في ست سنين الاخرى 5 فينال حكم انت. إذا قلتي أحسن راه أحسن قلتي ماشي أحسن كيفاش توصلت؟ كيفاش توصلت؟ إذا هو راه الأرقام ونزيدكم على القضية راه نقدر نشبهها بالوداد.
على الظروف اللي عاشها الاهلي مع اللي عاشها الوداد مع فرق الامكانيات. اه راه الوداد دابا الوصول ديالو دابا النهائي راه شي حاجه راه اصعب كاع اكسترا اوردينير راه اصعب اصعب اه راه الوصول ديال فريق الوداد دابا النهائي راه اللي كيتصنت ليا واللي هو متبع فريق الوداد يرجع للوراء ويشوف الامور اللي دازت على هاد الدراري من الاول العام من الاول العام راه بلا 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 تشجيعات بلا ديك الكاركتير ديال 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 لي جوور ودك الدار البيضاء وكيلعبوا وعندو التوني ديال الوداد لابسو اللي هو ثقيل وداك الجمهور اللي كيساند الفريق بواحد الدرجه وداك التشجيعات انا كنقول فريق اخر في واحد بلاصه اخرى غيكون عادي كره نزل غيكون غيكون غبار. اذا انا كنقول انا الوداد فيناليست بهاد الظروف كامله حتى هاد اللعابه راه الله يحسن العوان انا مع عموته خدام معاه كنديروا عندي واحد سيستم دو جو مشى عموته وباش من طريقه مشى دوزت مع واحد اللي كنقولوا حنا واحد غير فتره انتقاليه فتره انتقاليه كيجي النفطي دخلنا معاه في واحد الصراعات اللي ولا الناس كتقول لك هذا السيد ما لعابك مقلقين هذا مشى النفطي جاكاريدو جاكاريدو كثار حتى هو في العقليه ديالو مشى جاكاريدو. اذا انا تنقول بالنسبه ليا الى الحسوني ولا عدد كبير ديال الدراري ولا هاد الجعدي ولا هاد الدودي ولا باقي كيعطيو هاد الشيء ولا ولا وقع لهم هذاك المشكل ديال انه نزول ديال المستوى ديال المستوى الله يحسن العوان واحد بقيت عطيه الله راه الفريق كله ولا كيعاني ولينا كنشوفوا في البطوله كينتصر وما كيقناش كنشوفوا ولكن الحمد لله اللي كاينه هاد العقليه ديال ديال الدراري وثم كاين داك اللوغو وهذاك التوني ديال الفرقه اللي ثقيل انا نقولها ملي كتلبسو ما يمكنش ما يعطيكش الهيبه ما يمكنش وكيفرض عليك انك تعطي شوف لهذيك الهيبه تجيب لعاب تلبسوا هذاك التوني وتحطوه هنايا انا عندي اليقين استسمع نقول لك غادي يخلعك يخلع هذيك الفرقه الاخرى انا كاين 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 شوف كاين كاين تاريخ كاين تراكم كاين تراكم وكاين تاريخ وكاين 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 وحتى ذاك الجمهور كيفاش كيفرض عليك انت كلعاب ولا انت كمدرب ولا انت كرئيس كيفرض عليك شي حوايج اللي كيقول لك عندك حنا هاد الفرقه ما نبغوهاش تنزل بهذه الطريقه وكاين واحد الهويه وكاين نعطي فقط غير بسرعه اسمح لي جمال غير بالنسبه للوداد دار دومي فينال في 2016 دار فينال داها في 2017 دار كارت فينال في 2018 فينال في 2019 دومي فينال في 20 دومي فينال في 21 فينال في 22 وفينال دابا في 23 الاهلي لعبت معاك الفينال في 17 دارت فينال في 18 ما تأهلاتش تقصد في الكارت فينال ديال 19 دارت داتها في 20 داتها في 21 دارت فينال في 22 ودابا فينال في 23 الاستمراريه في 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 افريقيا اللي كتعطيك دابا بعد النظر على جنوب الصحراء والفارق الفرق اللي كتشارك واللي اعتدنا عليها وداك الشيء بين الكره في زائد حنا والاهلي شويه ترجي نقولوا ترجي لا ترجي ماشي شويه لا فهاد السنوات مشات ثم الفروق الجزائريه اللي سوا سيور سيرتان والله يطولنا العمر واحد النهار غادي نحضروا غادي تشوفهم غاتشوف هاد بلوزداد ويمكن انا كنقول القبائل وتشوف الرجوع ديال هاد ديال سميتو ولكن الحمد لله وديجا راه من هاد العام يمكن بادين مع الفينال دابا ديال اتحاد العاصمه اللي فوالا اتحاد العاصمه انا كنقول بانه الحمد لله الوداد منذ هاد الشيء اللي كتقول نتايا السيطره خصها تبقى علاش؟ لان النهار اللي غادي تغير الخريطه حيت هادشي الحمد لله راك تعرف دائما ما غاديش نطلب منك انا المستحيل لا واش ما انتش بنقول لك غادي يجي واحد الوقت اللي بالنسبه لك حيت هي هذه الرياضه كاين اللي كيخدم كاين اللي كيتكاسل كاين اللي النيفو ديالو كيهبط كاين اللي كيطلع صافي هادشي اللي كاين الساعه الثانيه وثلاثه ديال الدقائق سي جمال اسمح لينا ديبوردينا شويه فاصل ثم نعود لمواصله الحديث انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام تحيه للاصدقاء وكل المتتبعين السي لعب ذاتي جاب لي واحد المقطع من داك الشيء اللي كان قال فوز القجع الدراري باش ضريهم لاكوب دي موند 2022 قال لهم لولا الظروف لا رياضيه لكنا في النهائي
نفوز القجاع كيأكد ديك النظرية اللي كانوا الناس كيقولوا راه دومي فينال حكا حنا كون هنا. ونقول لهم ودي لا، نظرية المؤامرة، خسرنا ماتش مع فرنسا صافي. إذن السيد رئيس الجامعة يؤكد قال لك أنه لولا الظروف لا رياضية كون كنا. وبغينا يشرح لنا شنو هي الظروف لا رياضية اللي وقفات ضد المغرب. تاريخيا أظن لم يسبق لفريق مغربي بهذا الحضور لإفريقي المستمر في الأدوار النهائية، لم يسبق لأي فريق مغربي خلال عقد من الزمن. شكرا لسعيد وطوشاك. وكم من مدرب يمتلك لاعبين لم يفعل شيئا الفريق تشتت، غير باش نحط طوشاك أنا، غير هاد المدربين اللي جاوا من بعد. طوشاك كان في مرحلة صعيبة، هي مرحلة البناء فداك الصيف ديال 2014، وكانوا دراري تبارك الله، كانوا دراري، الله غايجي، الله غتبدا، الله غتبني. كان معاه روبرتو ديك الساعه، وكان معاه حتى حسن نادر. حسن نادر اشتغل معاه، حتى هو اشتغل معاه في هذيك المرحله ديال موسم 2014 2015. ندخلوا لمنافسات البطوله الاحترافيه واللي عرفات هذا الاسبوع اجراء 6، بغيت نقولها 3 ساعه مره 6 ديال المباريات، لان 3 بينو بينك بل لي بحال الامور جوج فيهم بعد النتيجه كانت غير مهمه نهائيا. الترتيب وحده فيهم واخا النتيجه مهمه، ولكن كان بان مسبقا على ان الاسبقيه كانت لفريق على حساب اخر. في حين الماتشات الاخرين نمشيو حنا معاهم كلهم، ما كاين حتى شي مشكل. كاين بعد ذوك جوج ماتشات اللي كانوا نهار السبت في خر الدين، اولمبيك اسفي وحسنيه تكادير اللي سالت بواحد لواحد، والمغرب الفاسي اتحاد تورقه 0-0. واش كاين شي حاجه ممكن تقال في هذا؟ لا، هو ديال المقابله ديال اسفي وحسنيه تكادير تكلمنا على هنا، قلنا ذاك اكثر من مره، ولكن في واحد العهد كنا كنعتبروه حتى هو قريب بحال جديده، كان مسمينو ان ديربي ياك، كان كتعطاه ديك. ولكن مع كامل الاسف السنوات الاخيره ولا خصوصا هذه السنه، كاين فرق ما بين فرق حسنيه تكادير و اولمبيك اسفي. واحد الفريق اللي بدا مميز اللي هو الحسنيه، وبدا معاه حتى هو اسفي في نفس الطريق، غير العناء اللي عناه حسنيه تكادير ماشي هو العناء اللي عناه اولمبيك اسفي. حسنيه تكادير كلات العصا يعني من بعد ما مع باكيطا، مع باكيطا والنتائج السلبيه وحتى المكاتب المسيره، الصراعات اللي كانت خارج واللي كيقول لك ما كتاثرش، كتاثر مونير كتاثر بشكل كبير. إذن هذه كلها عوامل خلات حسنة تكادير من بعد الرجوع ديال سكيتيوي بدا كيعرف الاستقرار، وقدر يحقق نتائج اللي هي كانت إيجابية مع واحد الفريق اللي هو أسفي اللي تكلمنا عليه، كنا كنقولوا حنا من المفروض عليه كان خصو يكون ثالث كينافس على البطولة، على حساب ما استقرش في الأداء ديالو. وخير ذلك في المباراة الأخيرة ديالو كان منهزم، غير هو بعشرات اللاعبين قدر يرجع في النتيجه، وهذه شي حاجه اللي هي مهمه. وتعادل بالنسبه لي انا بعشرة، ودار تعادل النقطه احسن من 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 لا شيء. ديروا المونديال المباراه ما كانش فيها شي محاولات كثيره، تلعبات بواحد ظروف اللي هي كيف قلتي انت منير خاويه من هادو هما المباريات ملي كيكونوا ما ملعوبينش فيهم شي استثناء واحد شويه دونجو عند اسفي على المركز الرابع. ايوا ما كاينش الحضور الجماهيري اللي كان والتشجيعات، ولكن ما عطاتش. يمكن اسفي كان يقدر يبحث على احسن من نقطه. المغرب الفاسي اتحاد تورقه 0-0، هذيك راه تكلمنا عليها منير، تكلمنا عليها قبل الماتش، ترفضوا فيها جوج ديال الاهداف، هدف التورقه وهدف المغرب الفاسي بعد الرجوع للفار. ولكن في الكونتوني كيف كنقولوا حنا داخليا في المباراه ملي كتفرج فيها، راه ما كانش منير شي، قلنا بان المباراه غادي تلعب وقيله بواحد الريتم اللي هو عادي واكثر من عادي، وراه بانت من خلال يعني المحاولات اللي كانت قليله وقليله جدا. تورقة كان ضرب انه قدر غرض ان البقاء ديالو غيكون عنده وقيله في المهام ديال السكيتي والمكتب المسير والبقاء هذه السنه هذه، والتفكير في السنه ان شاء الله اللي غادي تجي. ثم واحد الفريق اللي هو المغرب الفاسي اللي اظن انا بهذيك المشاكل اللي عاش الى هو اليوم ما لعبش على تقريبا كيف كنقولوا حنا النزول، بحالو بحال عدد كبير من الفرق بحال جديده بحال وجده ولا بحال الفرق اللي لاعبين دابا نيت عليها، راه خصو يقول انا يكون شاكر
شكر الله لأنه صراحة كان يقدر يكون توفى فد غير السؤال واش 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 الناس كيفكروا بالنسبه لهذا الفريق العام الجاي؟ لا هو هو ولا غتلقى نفس اجي نقول لك اسطوانه. علاش كتهضر بحال هكا وكتقول لي واش هاد الناس؟ حنا عشنا مرارا وتكرارا عدد كبير من الفروق كتنتهي البطوله لا حديث تماما، ما كتسمعش كاع اش كاين، كتكون جالس هنا انت عاد كتجيك الاخبار كاين اللي كيصيفط التليفونات، كاين اللي كيتصل باللعابه وتيقول لي راه كاين تربوس، كتدخل واحد الخمسه هذا الاسبوع 10 في السيمانه الاخرى ما كيكتمل العدد وقيله على واحد اسكو في ما طلبش المستحيل منير، ما طلبش المستحيل. اذا تعادل 0 لم يتلف لقاء المغرب الفاسي واتحاد توارقة، والتعادل 1-1 في مباراه اولمبيك اسيو حسنيه تكادير، هادو جوج ديال لي ماتش اللي تلعبوا نهار السبت. والبارح اربعه ديال المباريات اللي تلعبوا كلهم في وقت واحد وكلهم كان عندهم يعني ارتباط باسفل الترتيب، وهي المباريات ديال اولمبيك خريبكا والدفاع الجديدي، اتحاد طنجه الرجاء، المولوديه الوجديه نهضه بركان، وشباب السوالم مع شباب المحمديه، كلها مباريات يمكن نتائج بدلات واحد شويه شويه على مستوى اسفل الترتيب، مي باقي الصراع هو هو. ياسر عطار قال لي الماس وتوارقا لاعبين من اجل اللياقه البدنيه. هذا هو الماتش اللي ما فيهش يا ريت كون يلعبوا من ما فيهش ما داروش داكشي اللي كنا كنتظروا حنا. لا كنا كنتسنى اش قلنا انا وياك، مباراه بلا ضغط بلا حسابات يكون اهداف اهداف وتمتع فيها ما كاينش ما كاينش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عيب وعار هذاك الشيء اللي كيقوم به بعض الجمهور. انا مع بشير سي دكالة، انا ما غاديش نهضر على هذا الشيء لان ملعب البشير ما كانش فيه هذا الفريق اللي كتهضر عليه، كانوا جوج ديال الفرق اخرين، دونك كيفاش حنا غادي نحكموا بانه راه جماهير فريق معين هي اللي كانت في هذاك الماتش وهي اللي دارت وهي اللي فعلت؟ ما غاديش نقدر نمشي معاك في هذا الطرح. السلام عليكم. واخا لعب داتي قال لك سيمون راه حنا الاولين لولا الظروف اللارياضيه اللي عندنا لاختلافات الخزانه. خويا الظروف اللارياضيه عندك لداخل نتايا، ما عندهاش علاقه بالخارج. شوف بعد الظروف منين هو الداخل رجاوي رجاوي شوف الظروف الداخل بعدا فوالا اللي هي اللي هلكات هذاك الفريق هذا العام. برشلونه قريبه من استعاده ميسي، ما عرفتش حمزه البشاري. الف مبروك للوداد تاهل للنهائي، ذا السي احمد افروخ. اكبر مكسب للفريق الحارس مطيع، شخصيه قويه مع نهايه الموسم 50% من الركائز. باي باي. ايوا راه التفكير راه من دابا. تحياتي اخي منو الحاج فخر الدين، ما نساوش حتى زولا حتى هو زولا. وانا بغض النظر ديك الحركه اللي دار هو هو باش يكمل، اشنو كان كيترونسفيري للعابه، شنو كان كيدوز ميساج ديال شي هذيك الضربه بهذاك الشكل كانت تقدر تخلي واحد اخر يجيه مناسبه انه يغادر الميدان ويطلب شونج معاه، وما غاديش تقول لي لا يقول لك انا كندوخ ولا شي حاجه بز منه خصو. ولكن تبارك الله انا كنظن بان هاد الافارقه عندهم هاد المقومات هادي سخيين كيف كنقولوا في العطاء ديالهم، وخير دليل على ذلك هو الاتجاه ديالهم في اوروبا، كيموتوا عليهم ملي كيلقاو شي واحد من جنوب الصحراء راك شتيهم ولاو. شكون اللي كان كيقول هما يلعبوا في روسيا في موان 20 ولعبوا في روسيا ولعبوا في روسيا في موان 20 تبارك الله صبارين صراحه. ناخذوا واحد الفاصل مع صديق ديالنا مراد، من بعد غنرجعوا لذوك الرباعيات اللي كانوا البارح، اربعه ديال المباريات اللي تلعبوا البارح، وشنو هي التغييرات اللي دارت على مستوى اسفل ترتيب البطوله. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام، وتحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين. المباريات باربعه اللي كانوا البارح غنبداوها من مباراه القمه اللي جمعت بين اولمبيك خريبكا والدفاع الحسني الجديدي وانتهت بواحد الواحد. يمكن كان تكافؤ ملي كتشوف المباراه ككل وتشوف عدد المحاولات. انا اللي غادي نهضر عليه وما عرفت واش غادي روماركي واللي من بعد الهدف ديال اولمبيك خريبكا جات محاوله ديال الهدف الثاني، توغل من الجهه اليسرى اولو باش هنا باش كنقول لك انا اللعابه عاوتاني لا كاليتي ديال لي جوار لعاب تيطلبها لك تعطيها لي غيدخل ديريكت للشبكه. دابا شحال واحد كيتفرج في السيتي تيشوف هذوك لي باس بحال هكاك وتيكيسحبهم ساهلين، يقدر يكون جاز معاك وساهل اعطاها لي ما تقدرش ديرها خاصك تكون عندك بعدا. ها هو هذا لعاب مشى وضيع الوقت بزاف واش دار في الاخر؟ بغى يشوتها وما قدرش. قالوا لك هو كون عطاها للصديق ديالو كان يكون الهدف الثاني. كنت تخرج في دوزا في بروميير ميطون رابح بجوج. دخلت في دوزا ميطون وكيبان شي هاد المباريات الرجيم ما كيكونوش فيهم. الدماغ وكاين تخوف لا من المدربين بجوج ولا من اللاعبين، هي اللي عطات التعادل راك شتي الكره اللي تضرب اللعاب دار كونترول وضربت في اللعب وديفيات على الكارديان ديبيوت.
حتى الهدف تيبان لك ماشي النوعيه ديال شوف جوج الاهداف اللي جا واحد ضربه جزاء حتى مشينا للفار شحال حنا قاسين عليه وهدف اللي جا الاخر كيجيك شويه بحال بحال ما عرفت ها هو دار الكونترول في الصدر ديالو اللعاب الوقيته اللي ضربها ضربات في اللعاب ودخلات ودخلات من بعد كانت ضربه جزاء ديال عميمي الفار اللي دخل وعطاه فيرتيسمون عميمي انه تضارب التحايل بالسقوط ولكن الى عطيتك انا هذا الماتش عطيني انت فيه المحاولات راه ما تسناش يكونوا فيه محاولات لانه اللعابه كاين كاين ضغط على ذوك اللاعبين كاين خوف انا باغي نمشي وحتى ذاك المدرب يقدر ما يخلينيش شي واحد وقت من الاوقات منير المدربين بجوج اش غيبقاو يقولوا في واحد الواحد والوقت كيدوز اقول لك ما نخسرش الله يرضى عليك راه هي اللي كت نقطه بينه وبين هذا المنافس صافي مزيانه حيد راه هي اللي كانت ما كانش هناك شي محاولات كثيره ما كانتش مباراة ما كانتش مفتوحة وما كنتش كنتوقعها تكون مفتوحة أنا بعدا مباراة ما كانتش مفتوحة وبالنسبة لي أنا نتيجة مفيدة بالنسبة للدفاع الحسني الجديد أكثر من خريبكا حيت هي الاحتمال اللي كنا عطينا ذاك النهار داز دورة وباقي الفرق بيناتهم نفس العدد ولكن كاين واحد الفريق اللي هما بجوج استفدوا من الخسارة ديالو اللي هو المولود ديالو الجدية اللي خسر في الميدان ديالو في الميدان ديالو في الديربي ديال الشرق مع نهضة بركان بركان جوج لواحد إلا تفرجتي في الماتش راه حتى الدقيقة واقيلا مع 30 ولا جو سيبا بركان وجدة كتناور باغا توصل للمرمى ديالو كتجي كيجي هدف ديال بركان ديال البحيري ولكن اللي غادي يقتل وجدة الهدف الثاني مع جا دقيقة مع البداية 47 48 47 بيد المساوي ورا هذاك البيت انت كنتي داخل راه كنضرب انه التعليمات ديال المدرب هو الرجوع في النتيجه بعدا ثم البحث على الهدف الثاني ولكن انت ملي كتدخل وكتلقى واحد الهدف مباغت ضد المجرى ديال التوقعات ديالك انت وديال كل شيء ولا خاصك باش بلاتي جوج لزيرو زائد الكلاسمون اللي عندك انت الضغط ديال النزول كي غيكون هذا ردة الفعل ديال اللاعب؟ ما يكون في العوان حضور جماهيري اللي ما غاديش يحضرك شجعك في واحد الوقيته ولكن في الزيرو يقدر يتعصب انت ماركات وجده حتى الانفاس الاخرى ديال الماتش تقريبا 100 الانفاس الاخرى ديال الوقت 100 سي ترو طار وجده كون سجلات من بعد الهدف ديال المساوي انا كنظن كانت تقدر ترجع في المباراه حتى هي على الاقل كي قلتي انت دير تعادل ولكن بركان كانوا واقفين معاهم يعني كيف كنقولوا حنا ما كانش الله يحسن العوان لانه انا كبركان لعب بواحد العقليه وبواحد الارتياح ذهنيا ما عنديش مشكل حتى ولو كاع نهازم حتى ولو نضيع انا كمساوي ولا جو سي با ولا غير هو الانتصار ديال نهضه بركان قرب شويه من استغل به التعادل ديال الرجاء طلع المركز الخامس استغل به التعادل ديال اولمبيك اسفيد بينه وبين المركز الرابع 4 بوان يقدر يطمع في قلنا البارح في المركز الرابع فريق نهضه بركان هزيمه المولوديه يمكن الاخرين اللي تحت منها تعادلوا ولكن قربوا لك بنقطه ما استفدتيش من دخول ديالك في الميدان ثم قبل ما نمشي ل اتحاد طنجه والرجاء شباب السوالم وشباب هذه مباراه كانت هذه اهداف انا كنت حاسم في النتيجه قبل ما هو صافي راه حتى الاهداف بثلاثه تبارك الله ثم الهدف ديال شباب ريدي السامي مباراه كانت منير مفتوحه باش ما بغيت يعني ما كانش فيها فهمتي يمكن تكلمنا احنا على شباب محمديه ولا انه يقدر لكن مع العلم شباب محمدي كان غيعاني كانت مباراة محلية أنا غادي نعطيك واحد السؤال وجاوبني تصور معايا شباب محمدي خارج الميدان مع فريق من الفرق الأخرى كان غيفريد وجدة ولا محل. ولا خريبكا كان غادي يتعذب كان غادي يتعذب كان غادي يتعذب لقى أولا المباراة ولقى فريق اللي كيستقبل أنا نزيدك واحد القضية أخرى كاع تصور معايا شباب ريادي السالمي بحال واتزم الملعب ديالو في تيرانو بواحد هضرة أخرى بواحد 10,000 ولا 8,000 في تيرانات ديالو داك الارتيفيسيال كيفاش غتكون المباراه؟ راه بزاف ديال العوامل تلعبات فيهم هذه المباراه كانوا في صالح شباب محمديه الارضيه اللي كيلعب فيها شباب محمديه دائما الملعب اللي كيتدرب فيه مع فريق اللي ما عندوش ضغط
ما عندوش الضغط ديال النتيجه، غير هو ثلاثه ديال النقاط اللي جابت شباب المحمديه كانت ثلاثه نقاط مهمه جدا، خلاته يستغل التعادلات ديال هاد الفرق اللي تحت منه الهزيمه ديال المولوديه باش يزيد يعاود يهرب مؤقتا من ذاك الحساب اللي كنا قلنا راه تخليه هرب مؤقتا في انتظار ان باقي اربعه ديال المباريات، ولكن خدا عليهم خطوات وخطوات على باقي الفرق. ثم بقات مباراه واحده ديال اتحاد طنجة والرجاء البيضاوي، ما كانوش فيها اهداف، كانوا فيها جوج ديال البطاقات حمراء، ولكن اش يمكن لك تقول لي على هذا 0-0 هذا ديال هاد اتحاد طنجة؟ ما عندكش نفس الراي ديالك معايا ومع الناس، الرجاء راه كانت اقرب للانتصار. مع العلم تكلمنا احنا قبل ما نخرجوا هنا قلنا شكون هو اللي غادي يكون عنده متحمس اكثر؟ اتحاد طنجة. ولكن اتحاد طنجة البارح المستوى اللي قدم ماشي هو المستوى اللي كان كيقدم. واش كان تخوف ديال هلال الطير من المباراة؟ حيت وانت قلتيها اشرتي لواحد القضية، قلة المحاولات، ولكن المحاولات اللي كانت أكثر حدة ديال الرجاء، ديال الرجاء الكرة اللي غيجبد الكارديان بيت واقيلا فاس مع سميتو لونسيان جوور اللي ديال جديدة اللي كان في جديدة وكان حدراف حدراف ثم كاين واحد القفة من البعيد كاين توغلات، إذا أنا بان لي الرجاء اللي كان أقرب للانتصار. واش كان شي ضغط على فريق اتحاد طنجة؟ وليت نطرحوا هذا السؤال، واش اتحاد طنجة بهذوك الانتصارات المتتاليه وداك الحماس حيت وداك الضغط اللي كانوا كيديروا عليه ومورا كل انتصار كتلقى وتا ذاك الاستقبال كانوا قالوا غيكون يوم ولا ما عرفتي الفريق ولا ما عرفت شي عنوان، يمكن هذه اشياء كان عندها دور، غير هو المباراه في 90 دقيقه كامله وداك التحليل ديالنا كامل حنا اللي والتنبؤات ديالنا ما ماشي هي اللي شفنا في المباراه. كنا كنقولوا بان فريق اتحاد طنجة نظرا للمستوى اللي قدم خلال المباريات اللي داز مع واحد الفريق اللي هو فريق الرجاء اللي حاليا ابار لا كاليفيكاسيون في لاكوب دي ترون، ما كاينش هناك واحد استقرار في النتائج. هزيمه اللي قلنا حنا مشينا على بزاف ديال الحوايج الماتشات الاخرين، هزيمه ديال فريق الرجاء في الميدان ديالو، انتصار ديال اتحاد طنجه، يعني هذه كلها عوامل كنا كنقولوا بان طنجه قادره تقدر دير بون ريزولتا. ولكن البارح الى بغينا نتكلموا في الحقيقه ديال الكره اللي كان اقرب هو وداك الشيء اللي شفنا، راه الرجاء اللي كان غادي ينتصر، اللي كان اقرب هو اللي كان اقرب للانتصار. تعادل عطى اتحاد طنجه نقيطه ولات عندها 22 الى جانب اولمبيك خريب قال لي عنده حتى هي 22 بينهم وبين اقرب فريق اقرب مركز امين اللي هو الدفاع الجديدي جوج نقاط دو بوان، والمولوديه الوج ديالي كانت هربان عليهم اربعه ديال النقاط دخلت معاهم دابا الحساب المجال الجوي ثلاثه ديال النقاط بينهم وبينهم بيناتهم ماتش يعني مباراه واحده. نذكر بالترتيب اللي كتنقصوا الوداد ديال المباريات الوداد والمغرب التطواني والجيش الملكي الفتح الرباطي. الجيش دائما في الصداره ب 54 نقطه، المركز الثاني الوداد 53، الفتح الرباطي المركز الثالث 47، اولمبيك اسفي في المركز الرابع ب 41 وبعيد على نهضه بركان فقط باربعه ديال النقاط اللي كيحتل المركز الخامس 37، الرجاء المركز السادس 36 نقطه، المركز السابع المغرب الفاسي 34، المركز الثامن شباب السوالم 33، المركز التاسع اتحاد توارقه 32، المركز العاشر حسنيه تكادير 31، المركز 11 المغرب التطواني 29، المركز 12 شباب المحمديه 28، المركز 13 المولوديه الوجديه 25، المركز 14 الدفاع الجديدي 24 نقطه، وفي المركز 15 اتحاد طنجه واولمبيك خريبكا رصيد 22 نقطة. هذا فيما يخص منافسات البطولة الاحترافية. ومع كامل الأسف هضرنا على دورة 26 هي سالات، ما عندناش لاداط ديال الدورة 27، وهذه من الأشياء اللي كيتشكاو منها شكون واحد العدد ديال المدربين اللي معنيين بيان سور اللي عندهم ماتشات خايبين، هذا هو المشكل. لك احنا لعبنا ما عرفناش امتى غادي نعاود نلعبوا. نذكر مستمعينا الكرام بالرقم الهاتفي للتواصل معنا في حلقه اليوم بدايه من هذه اللحظه 05 22 36 05 36، اعيد 05 22 36 05 36. مرحبا بالجميع. بغيت نسولك في واحد الحاجه ولكن ما عرفتش واش وقتها هذا ولا ماشي وقتها. الا كان وقتها غنجاوبك، ماشي وقتها ما نجاوبش. صافي خليها حتى من بعد، ماشي وقتها، هذه خصها واحد النقاش، خصها واحد النقاش طويل. عندها علاقه بالمنتخب الوطني ولكن خليها حتى من بعد. تجي وقتها. شباب المحمد احنا غدا
ان شاء الله. حنا دابا كان هذا المنتخب الوطني دابا راه بدات عليه الهضره لانه جوان مباراه وديه ثم مباراه جنوب افريقيا، وغادي يكونوا تغييرات كثيره في الكالندريه ديال الفريق الوطني المغربي، لان كان شحال من واحد كان كيهضر على استعدادات الكاس افريقيا. دابا غيدخلوا معاك المباريات ديال تصفيات كاس العالم حتى هما، ما غتستعدش على خاطرك لان القرعه غدار عاوتاني في جويه على اين، هذه هضره سابقه لاوانها. واش اتحاد طنجه غادي تصوفي هذا العام تيك تاك؟ احنا غاديين مع الماتشات النتائج اللي غادي النتائج اللي غتصوفيها. اما السؤال واش يمكن يمكن تصوفي هاد اتحاد طنجه اللي كاين دابا ما عندها علاقه بالوضعيه اللي كانت شحال هادي، دابا بالامكان. سؤال فخر الدين، كيفاش كان كيراوغ بسهوله وكانت عنده السرعه وكيتفوق على المدافعين، يمكن كاين كيزيد في التدريب؟ سيمو لا لا الخدمه راه كانت، حنا بالنسبه لينا لي زونطريمون عندنا كان حنا بحال قلتي انت كتمشي بواحد القلب فرحان وباغي تقدر تبقى ساعتين تلماكانه، عندك واحد النشاط تمشي للمركب وتدرب، لا ملي كنا او نيفو ديال لي جون ولا منين والحب ديال فهمتي مونير كيكون عندك ذاك العشق ديال كرة القدم. ثم جيتي من واحد الكارتي حنا ديك الساعة الأحياء راك عارف أنت مباريات كانت تكون قوية ماشي ما ساهلش. وكاين هذا اللي منعنا في الوقت ديالكم أنتم ما كنتوش كتكتفيو غير بالتدريب في التيران. لا كانت بنادم كيخرج ولا واحد عنده كتخرج تبات هذا، وكنا مبنيين مونير ما كنجلسوش، تقدر تلعب ماتشات كاع وسط تمايا وأنت وسط الأسبوع، وهذا كان بنادم ما كيوقفش كيف كنقولوا حنايا. وزائد عاوتاني لا كاليتي ديال لي جوار اللي كانت، لا كاليتي كتجيب هادشي اللي قلتي هو ديال الاجتهاد، وتا عاوتاني كي قال لك هو الا بغى يشوف السرعه ويشوف لي دريبل ويشوف هادشي هذا، راه هو ماشي ساهل منير، راه خدمه ومباريات. خلا واحد المدرب دابا راه قال لك كاين شي دراري قبل ما تسالي لا سيونس كيفكر في الجيل اللي غيدير شعرو واش جابو معاه ولا ما جابوش. خلينا عاوتاني شوف حكيم باش عند حكيم من باري. مرحبا سي حكيم. خويا منير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سي حكيم. خويا منير تنسلم عليك تسلم على اخ ديالنا الاكبر خويا فخر الدين. الله يبارك فيك السي حكيم بارك الله فيك. ديما تنطلب اللي ما كايناش اللي حاضرش عيد ميلاد سعيد الاخت ايمان. اييه البارح البارح كانت 21. وتنسول خويا فخر الدين على حسب التجربه اللي راكم في البطوله المغربيه ولا في كاس العرب ولا في كاس الشوط الوسط على 1991 92 كان المهم كان اللي وقعت الوداد دابا في 2023 صافي مشاركين في كاس العرب مشاركين في كاس الشامبيونه وفي الشامبيونز ليغ كاس العرش، شنو الصحيح يقدر يعطي اللعابه واش زعما لا كونسونتراسيون علاش كونسونتراسيون واش على البطوله ولا على الشامبيونز ليغ ولا على كاس العرش في هذا الوقت بالذات. واخويا حكيم انت واش تعرف هذه القضيه، واش كاين شي لاعب ما كيبغيش يدي كل شيء؟ راه ما يمكنش. راه حنا ملي كتهضر على الوداد ولا الرجاء ولا الفرق دابا اللي كتشارك دابا راه فرق اللي هي دخلات في الشق ديال الاحتراف. غادي نناقشوا هذه القضيه ديال الاحتراف، كاين اللي متفق عليها بواحد 60 70% كاين اللي ما متفقش، ولكن انا بالنسبه ليا هاد اللاعبين ولا المسيرين اللي كاينين دابا ولا الرئيس ولا هذا حنا دخلنا في الاحتراف. الاحتراف كيفرض عليك على انك وخصوصا انت كفريق الوداد الواجهات كاملين غتبغي تلعب عليهم. حنا دابا انت مشارك الحمد لله عندك نهائي ديال كاس افريقيا، ثم كما قلت انت انا بالنسبه لي المشاركه دابا ديال كاس العرب خليها هي الاخرى، ما تفكرش فيها دابا لان الوقت ديالها بوحدو هذيك، لان ما تكون سهله وراك انت عارف ومتبع مزيان الفروق ديال الخليجيه والمستوى اللي وصلت ليه، وراه خير دار على ذلك راك شفتي الفريق اللي واجهنا هنا في المونديال ايتو والفروق اللي كنواجهوها دائما ديال السعوديه، فروق اللي تبارك الله اجتهدات ثم الاماراتيه، وكاين هناك بعد واحد النخبه من الفرق ديال الخليج اللي كلها اسماء ديالها وازنه، ثم الفرق الاخرى اللي جايه من شمال افريقيا. انا كان هاد الشق من السؤال ديالك هو جاوبتك عليه، ثم كتبقى القضيه ديال كاس العرش. كاس العرش ملي غادي تجي المناسبه ديالو دابا خصك تعرف واحد القضيه، كل حاجه عندها الوقت ديالها. الوقت ديال سان داونز سالا نهار السبت، المهمة دابا ديال ساندونس سالات، التفكير في نصف النهائي سالا دابا، كنا كنهضروا على الوداد وساندونس كيفاش غيتلعب ماتش صعيب، لا ماشي هذا، الحمد لله دازت هذه المرحلة هذه، دابا إن فوا كتسالي هذه المرحلة كتفكر في المرحلة اللي جاية، المرحلة اللي جاية سي حكيم وهي البطولة، عندك ماتش إن شاء الله مع تطوان، وثم التفكير اللي غيكون عندك هو الكأس العرش المباراة المؤجلة.
اللي غتلعب مع فريق الدفاع الحسني الجديد، وهي ايطاب بار ايطاب بعد غدا فوالا، هي راه ايطاب بار ايطاب. ثم هذاك القضيه ديال كاس العرب انا كنظن ما خصش تبقى تكلم عليه، لان هذاك بوحدو جاي في واحد الوقت من الاوقات المشاركه ديالو بوحدها. نقدر نقول لك انا ما ندخلوش في هذا الشيء اللي كتعيشوا الوداد دابا، نخليه ديما دو كوتي بحال اللي قد داك نهار المنير، مع العلم ملي غادي توصل ليه راه حتى هو عنده مقومات ديالو وغادي يجي في واحد الظروف صعيبه بزاف، لانه راك انت عارف الراحه وخصك هذا كيفاش تبريباري وكيفاش دير. اذا نخليه بعيد، راه ليا دابا اللي جاي دابا وهو هاد يعني الماتش ديال البطوله والماتش ديال كاس العرب ان شاء الله. شكرا خويا فخر الدين، تبارك الله خويا حكيم، تبارك الله حكيم، تبارك الله عليك. تحياتي السي حكيم. ريد ماك، يمكن ما فهمتيش انت القصد، كاتب ليا هلال الطير يعبر عن فشله ويتهم الوداد بتوقف البطوله. ما اتهمش هو الوداد بتوقف البطوله، هو طرح سؤال نفس السؤال اللي كنا طرحنا حنا، ديال احنا لعبنا الدوره 26 امتى غتبرمج الدوره 27؟ واش حتى تلعب الوداد الفينال؟ لانه كما هو معروف المباريات الاقصائيه في الادوار المتقدمه ديال المنافسات الانديه كيف كان العام اللي فات والعام اللي قبل، الدوره كتاجل، ما كيتاجلوش لي ماتش ديال 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 الفراقي. فهاد الشيء غادي يكون حتى هو هذا العام، غير هو التاريخ امتى غتبرمج الدوره 27 باش حتى الفراقي اللي معنيين بهذه الدوره يعرفوا يبرمجوا التدريب ديالهم وداك الشيء. اما هو لم يقصد هذا الشيء. سي محمد من كازا، مرحبا سي محمد. السلام عليكم خويا منير اوبري. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكر الاخ فخر الدين وكنشكر الاخ جمال مستقبل المكالمات، كنحييكم اخويا مراد اللي استقبل المكالمه. مراد كنحييه خويا. غير نتكلم عندي واحد ثلاث نقاط دغيا خويا منير اوبري. مرحبا. غير انا كنشاطرك الراي على المنتخب المغربي اوديسات 14 مشى للجزائر. انا بالنسبه لي انا ماشي المهم يفوزوا بالكاس، المهم هو عدد المقابلات الكثيره ياخذوها في الجبهه. الله يرحم الوالدين. وكنشاطرك في الراي ديالك، عدد انا بالنسبه لي عدد كل ما خذوا عدد المقابلات الكثيره في رجليهم مزيان. وهذا راني نسيت اللي قالها الاخ المدرب ديالهم شيبا. غير اخويا انا واحد القضيه اللي ما كانتش عاجباني هو انهم كانوا المغرب علاش كنا وتا الرساله ديال صاحب جلاله اللي قال الجزائر الشقيقه. انا هذا هو الراي ديالي انا، انا ما عمري ما غادي نقول لك جاره الشرقيه ولا ما عمري. انا كنسمى الجزائر خوتنا الجزائريين. غير واحد القضيه، انا كنت ضد ان نفوزوا باللقب وغادي نجيبوا ذاك اوديسات هنا وغادي نبداو نتبندوا به عاوتاني. هذيك اللي كنت انا ما باغيهاش، كنت مخلوع منها. غادي نجيبوا اللقب للمغرب وغادي نشدوا عاوتاني وغادي يجي فوزي رجع وغادي يتبند وغنقول حنا فزنا بالمقابل الجزائر العاصمه. راه شي هذا اللي كيقول هذه الهضره خويا منير اوبري، راه ثق بيا، راه قلتها واحد النهار سعيد زادوق. الشيء اللي كيقول هذه الهضره هو الجزائر والجاره الشرقيه راه كيشكلوا عندنا خطر اكثر من الجزائر. شي الناس اللي كيقولوا هذه الهضره والله كيشكلوا علينا حنا كمغاربه خطر اكثر من الجزائر، اقسم بك بالله هما عارفين راسهم. دوز سي محمد، دوز اخويا النقطه الثانيه. النقطة الثانية خويا منير الأوبري، أنا كان هذه مؤخرا كان اجتماع ديال اللجنة الأولمبية. أييه الجمع العام. الجمع العام ديال اللجنة الأولمبية، نفس الأشخاص بقاو. راه ما لاحظتيش، حنا ما بغينا كاع نهضروا على الخبر، ما كاع ندوزوا. لا أنا ما أنا حيت أنا ناقشت في واحد الإذاعة وسمعتها، نفس الأشخاص بقاو. قال يوسف الزميل ديالك يوسف الحيداوي. أييه. يوسف أشخاص. تحية ليوسف الحيداوي. ما تحيد منهم حتى واحد، ما تحيد منهم حتى واحد، بالعكس جادوا معهم فوزي القجع. لا كان في المكتب تدو. لا كان في المكتب السابق فوز القجاع. كان نائب رئيس. كان نائب رئيس. وصاحبي وصاحبي وكلهم تخبوا ورا البقالي. وكلكم تخبيتوا، والفشل الذريع درتوا من 2009 وفشل الذريع وباقي ما بغيتوش تحيدوا. سي محمد. باقي بالماحي. سي محمد. نعم اخويا. دابا شحال حنايا؟ حنا 22 ماي ياك. 22 ماي. 2023. 2023. ماي 2024 باقي ليه عام. الالعاب الاولمبيه غتكون غتكون كتهضر على الالعاب الاولمبيه ديك الساعه. الالعاب الاولمبيه ديال باريس. ايوا نتلاقاو ديك الساعه. شوف اخويا كما قال مصطفى صدقي وقال هذاك الدشيره عبد الصادق والله ما راه قالها بحالكم حيت هو عارف من القلب، قال لك والله ما غيديروا شي حاجه وغيتخبوا عاوتاني ورا البقالي. وغادي يبقاو نفس الاشخاص. الله يعطيه صحيحته بعد هذا البقالي بعد. الله يتعجب. غادي نقول لك اخويا واحد القضيه، غير مثلا غير ان القضيه ديال الرجاء، انا كنقولها دائما هذا الخطاب ديال الملك. انا ما نويتش واش الخطابات ديال الملك تما نضربوا بها عبد الحق. الخطاب ملي كتبغي دير الاصلاح راه كتجيب الناس ديال الاصلاح، راه ما يمكنش دير اصلاح بالناس ديال الفساد. مفهومه صافي. ما يمكنش دير اصلاح بالناس ديال الفساد. الله يعاونك اخويا منير الاوبري. الله يحفظك سي محمد. الله يحفظك سي محمد، تحيه لك.
ايوب تحيه كبيره لكم من مارساي. بارك الله عليك خويا، بارك الله فيك. خاصك كمال يعيط يقول لنا اش طاري في بايرن. بايرن راه واقيلا مشات لهم هذا العام ديك 300 مليون. قل اورو 300 مليون قل اورو. تحيه كبيره خويا ايوب صاحب السؤال سي سي مصاف. راه سولنا فخر الدين على كيفاش كان كيدير ملي كيراوغ. رضوان سعود تحيه من نيويورك للسي منير والحاج فخر الدين، تاهل الوداد الرياضي النهائي مبروك. الله يبارك فيك خويا. ولكن خاصهم يلعبوا عند الاهلي بحال الا كاين ماتش واحد. اها وراه ومن تمتم يحل الله ما تقدرش تلعب ماتش الاهلي بحال كاين ماتش واحد. فوالا ديما غتبقى رابطو بماتش روتور، وخاص ضروري يسجلوا اهداف لتقويه حظوظ الفوز باللقب. انا قبل بعد الحديث على المباراه، انا نبغي الحديث على فين غنستقبلوا هذا الاهلي، في مركب محمد الخامس. شنو اخر اخبار هذيك لازون 6 وداك الشيء اللي كانت تقال؟ واش غنبقاو عاوتاني غاديين غير هكا ونستقبلوا التيران بحال شي فم فيه شي سنه محيده ولا كيفاش؟ لان قالوا لنا الناس بان راه كاين اختبار للهزات وكذا داك الشيء، مي دابا راه مباراه نهائيه هي جايه. واخا تحيه سي رضوان. نمشيو ناخذوا سياسين من فاس. مرحبا سياسين. ماشي فاس السي منير، السلام عليكم. اش من مدينه سياسين؟ مكناس. مكناس ايوا واحد شحال 50 كيلومتر ياك ما كاملاش. ساعة المكانة صافي. السياسين من مكناس مرحبا. بخير اخويا لاباس عليكم. الله يحفظك اخويا بارك الله فيك. بخير على خير ومزيان الحمد لله. سي فخر الدين تحياتي اخويا. الله يكثر خيرك بارك الله فيك. بخير على خير اخويا ومزيان. الله يرحم والديك. المداخله ديالي غير على حسب الماتش ديال البارح ديال الوداد. اييه اللي كان في حقه فرحونا بزاف صراحه. خرجوا ماتش اللي كان زعما في القمه. ما كناش منتظرين. انا بعدا واحد من الناس اللي كانوا ما كانوش منتظرين ذاك الماتش يخرجوا بهذيك الطريقه هكذايا. وفيليستاسيون لكاع الوداديين ديال 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 المغرب كامل، ومنهم في كازا، يعني الناس ديال كازا. الله يبارك فيك. وكنتمنى ان شاء الله انهم في الفينال يبقاو هكذاك ويجيبوا لنا الكاس ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله. هاتي هذا هو. ايوا ومكناس والو. ومكناس اخويا اش غادي نقول لك؟ الاغلبيه ديال 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 اللعيبيه بريتي ما مازال عندهم مشاكل ديال الانتدابات، ما عرفت كيفاش غادي يديروا. لا ماشي على مشكله، هذا هو المشكل. دابا هو الصعود. انت فرحان وكي قلنا حنايا ما تعرفش المستقبل عاوتاني، هذا هو المشكل. بحال الانتدابات ونتمنوا شوف نتمنوا شي بادره طيبه من الناس المسؤولين. وما برافو للمكتب اللي ديال المكتب الحالي، لانهم بعد على الاقل انهم قدروا انهم يطلعوا الفرقه للدوزيام سيري. هذا راه يعني راه انجاز كما تنقولوا. انما واش غادي نوليو عاوتاني بديك القضيه ديال لاسونسور عاوتاني نوليو طالعين؟ فوالا هادشي اللي كاين. حيت دوزيام ديفيزيون صعيب الامور عاوتاني، انت عارفها. صعيبه راه شو دابا هما فراقي تبارك الله غادي يهبطوا اصلا، غادي يهبطوا جوج الفرق مزيانين. وماشي هكاك فراقي دابا غادي وداك الشيء كيكونوا عادي الفرق ديال القسم الوطني الاول. لا انا كنت دابا غادي زيد زائده هذو اللي غادي ينزلوا. اللي غادي ينزلوا راه مزيانين. انا ولا ما كنتمناوش يكون خير. ولكن الا هبطت من اي فرق جوج الفرق اللي غادي يهبطوا غادي يكونوا مزيان. غادي نديروا يكون خير ان شاء الله. يكون خير. هو التدخل ديالي اخويا. شكرا لك. تحياتي لك ياسين. ياسين. سفيان قال لي واش بصح سعيد والي اللي كان شاد اكاديميه اجاكس غادي يشغل منصب في الجامعه؟ ما عرفتش سي سفيان والله اخويا، ما عندي شي علم بهذه الاخبار. ناخذ فاصل مع صديقنا مراد ونذكر بالرقم الهاتفي للتواصل 0522 36 05 36. مرحبا بالمكالمات ديالكم والاراء ديالكم. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام وضوا ساقات حين الله ما كاين غير على سي سفيان. السؤال اللي سولتيني والله خويا ما عندي عليه شي معلومات، ولكن بعد غادي غيبان مزيان. لكن شي كفاءة فيما كانت وغادي تفيد. مرحبا الله يلاه بصح. ألف مبروك تأهل للنهائي. مبروك للوداد. سي أحمد ما كاين مشكل خويا، العبداتي عاوتاني شنو؟ قال لك واش لجنة الأخلاقيات ولجنة المراقبة المنشطات واش خدامين على طول العام؟ نورمالمون خدامين على طول العام نورمالمون. واخا نفس السؤال كيتعاود. شكون اللي قال لي
والصحفي زكريا الهوي الصحفي اللي قال نجحي تفرجته في الوداد. وضح لي سي زكريا الله يحبك ما فهمتش كلامي على مصير سعيد النصيري اضمحل مع تأهل الوداد للنهائي وخا ما قريتيهش. لا انا قريته سي مصطفى. غير شنو هو كلامك على سعيد النصيري بعدا يضمحل؟ لان داكشي اللي كنت كنقول على سعيد النصيري كنقولو ديما. سعيد النصيري نجح على مستوى الفريق الاول للوداد، على باقي المستويات المستقبل هو اللي غيبين في مرحله من المراحل. واش غتقول كانت شي خدمه شي بناء شي اساسات ولا شي حاجه ولا ما كانتش؟ هادشي التاريخ اللي كيبينو. ويا ما فرق داسو نموذج غير الجيران ديالك انت اللي كتهضر حتى هما راه فينال لا كوب دو موند 2013 راه كان لي جبتي لي ديك الساعه بودريقه يقول لك انت خائن وخارج عن المله. ولكن فيما بعد بان على انه الانجازات اللي كتحقق الانديه المغربيه ما مبنياش ما مشاتش بالموازات مع شي اساسات اللي كتبنى لتقويه هذا الوداد وهذا الرجاء. 0522 36 05 36. مرحبا سي مراد من الرباط. اهلا سي مراد. سي مراد واش نقطع الخط على سي مراد؟ معليش. حمود طوب صلاح بي ام دي. كي جاك حمود فخر الدين؟ حشومه تقول لي كي جاك حمود؟ حشومه علاش حشومه؟ حشومه انا كفخر الدين حشومه تقول لي كي جاك حمود؟ شنو اللي ماشي حشومه؟ انا نعاود السؤال. لا كيف شوف الله يرضي عليك تقول لي كي جاك حمود بحال حنا جالسين في الماتش ديال السبت. شوف خلي لا من غير ماتش السبت كان سحاب سيدي السؤال. ما كنهضرش انا على لا الله يرضي عليك الله يرضي عليك انا ما تهضرش معايا على واحد انا ما كنعيش اللحظه. انا كنسولك على العاب ماشي عليك انت اللحظة. انا كفخر انا كتعرفني انا ما كنهضرش على اللحظه. انا دابا هادشي ما دخلتش معاك فيه اللي كنت كتهضر عليه واللي انت عندك فيه بزاف ديال سميتو ديال سميتو. ما ندخلش في هادشي ديال هادشي ما انا بعدا ما كنهضرش فيه وما عندي ما ندير به. انا كنهضر على دابا وعلى الفرقه ديال فريق الوداد وهذا ما نهضرش. وما نقول لك انا حيموت كاين حيموت راه سان كرون جوور خاصك انت تعطيه الفرصه ديالو وتشجعو وتدسرو. كيف تدسرو واحد العدد كبير ديال اللاعبين؟ واش هاد ميسي جا داصر؟ لا هاد تشافي ولا واحد العدد كبير ديال اللعابه اللي كانوا في ميلو تيران. بن عبيشه ملي غيلعب في الوداد ميلو تيران ولا كان داصر جيت بويبود ولا واحد العدد واش كان داصر؟ لا راه ما كانش داصر. راه تا هما جاو من واحد المرحله من المراحل ودخلوا وداروا. انت هاد حيمود الا بقيتي انت خايف وحاطو سير لو بون ولا ما كيتكاليفاش ولا ما تيلعبش كتقتلو. إلا بقيتي كتشوف فيه بعين ديال الاحتقار على أنه باقي صغير باقي صغير إلا بقيتي كتدخل ليه في دماغه راه أنت باقي صغير وراه حكرا. بالعكس لوح كيف كنقولوا حنا في لوبان لوبان. حشومة نجي نجاوبك أنا على واحد الماتش من المباراة ونقول لك ناري حيموت كي جاك. حشومة حيموت راه سان كرون جور. حيموت راه الناس هنايا أشاك فوا الجمهور ديال فريق الوداد كان كيطالب بالحضور ديال حيموت في التغييرات. كان كيقول لك حيموت 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 وضير نعطيو السيد حقه. عطيني شي ماتش دخل وكان خايب فيه. لا سيزون الثالثه ديالو هادي. لا عطيني شي ماتش كان كي سير عارف فاش كتلقاه ضعيف ولا ما بالعكس كيأدي تيأدي. مشاو الرباط ناخذوا معنا السي محمد. مرحبا السي محمد. تحياتي السي منير. اهلا وسهلا. تحياتي ليك وتحياتي لسيدي فخر الدين وتحياتي. الله يبارك فيك سيدنا وسيدك رسول الله خويا. طاقم صاهر على هذا الاذاعه الرائعه. الله يبارك فيك بارك الله فيك. هانئا لسعيد شيبا ولدته وهانئا هانئا لفريق الوداد بزاف لانه عجبني. كانوا رجال التيران وجميع المكونات ديال الوداد رجعوا بخير وعلى خير الحمد لله. الحمد لله. وهذا الشيء اللي كاين واللي عجبني بزاف هو ان التجربه والخبره ديال الرجال والثقافه ديال الكؤوس غلبات على القوه الكرويه. غلبات على القوه الكرويه. وغادي ندوز للفريق المفضل ديالي الجيش الملكي. أيه. الجيش الملكي كنقول من هنا من الدوره 15 وانا كنتعاقر انا والمدرب. المدرب كنقول لي شحال هذه سير بحالك راه ما عندكش الثقافه ديال الكؤوس وما عندكش استراتيجيه ديال الفريق وما عندكش حتى شي حاجه. انت المكان ديالك ماشي الجيش الملكي. لحقاش الجيش الملكي باللوغو ديالو وبالاهداف التاريخيه ديالو وبالكؤوس ديالو اللي الخزينه ديالو عامره راه انت بعيد ما صالح لينا. الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين حط ويرتاتو سير بحالك الله يستر عليك وشكرا لك. ولكن واش نفس الهضره السي محمد كنتي كتقول في بدايه الموسم؟ نعم سيدي. واش نفس الهضره كنتي كتقول في بدايه الموسم فاش كانت الفرقه دايره؟ الدوره 15 ما عجبنيش المربوط ديالك. لا وقبل الدوره 15؟ لا كان شي شويه ولكن كان عندنا نقص الدفاع والكور.
حراسات المرمى والدفاع المنظومه ديالهم ما كتخدمش مزيان. المنظومه ديال من؟ المنظومه الدفاعيه كيكون فيها التثاقل، ما كاينش التمريرات الحاسمه، ما كاينش التمريرات في الوقت المناسب، فهمتي بزاف د الحوايج، وما كاينش التبديلات حتى هي ما كايناش هي هذيك سيدي منير، فهمتي؟ بالنسبه للانسان ما عندوش واحد النظره تيران هذاك المدرب، ما عندوش النظره ديال الثقافه ديال الكؤوس وديال الالقاب، ما كايناش، فهمتي؟ هذا الشيء اللي الله يرحم الوالدين. شكرا لك، شكرا كبيرة. الله يحفظك السي محمد، تحياتي. غير هو دابا السي محمد خصو يسمع، دابا في هذا الظرف المكتب المسير غادي يكون ما شنو الاختيار اللي غيكون عنده؟ حتى ولو بغى يهدر بغى يدير شي قرار، لا ما نظنش، صعيب الحال، ما نظنش كاع واش يفكروا مقبل على روتور، مقبل على بطوله، مقبل على ما عرفتش. واصلا هما في بدايه الموسم وما مشاوش، فاش مشى زفان ما مشاوش، جابوا مدرب براني، خداو المدير التقني، قالوا زعما باش هذا قريب من الفرقه، هادي بدلو دابا ما يقدروش، جو بونس با ضريبة اختيارات. هادشي اللي كاين، الناس ما شافوش في الكالندري. مع كامل الاسف باقي عندنا كنعيشوا العشوائيه، والله العظيم احنا ما عرفت فين غاديين. انا كنظن 2023 وما كنستافدوا الزعماء من التجارب اللي عشناها، واش ما وصلناش على انه الطريقه اللي نختاروا بها المدربين على حسب لو نيفو اللي كنعيشوا في هذه البطوله، وعلى حسب اللعابه اللي كنتوفروا عليهم دابا، واش ما حانش الوقت دابا اللي نشوفوا شي حاجه قريبه واللي تزرع لينا الحب وشويه لا جرينتا في اللعابه وهذاك الشيء، واش حنا باقي كنقدروا نمشيو نشوفوا كنخرجوا ندقوا خارج البلد، واش كتجيب؟ مع كامل الاسف اش كتجيب؟ كتجيب اش كتجيب؟ اش كتجيب؟ اش كتجيب؟ كتجيب يلاه داك الشيء اللي كنتي كتجيب راه ما بقاش، ما كرهش شي واحد يجاوبني دابا، العدد كبير كيخرج نجح ها؟ والو ما كاينش، لا بان لك دويره واحد دويره وكيبان لك ما كاينش كاع، وحتى كاين اللي كيخرج من هنا وكيبقى هنا يقول راه الا خرجت من هنا راه نقدر ندخل ثاني، كيبقاو يدوروا عندك نفس الحشومه هادشي مع كامل الاسف. غير هو بالنسبه للجيش الملكي ما كرهتش انا المسؤولين ولا الناس اللي في الاداره التقنيه ولا اصحاب الراي يديروا واحد الشوفه لقدام، راه هادشي اللي جاي واخا بالتوفيق الماتش ديال بعد غدا مع الوحده ان شاء الله، نفترضوا نقولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هادشي اللي بغينا انا، وغيكون تاهل كاس العرب، انت مازال باقي كتنافس في البطوله وعندك واحد الصراع محتدم مع الوداد. كاين واحد القضيه وقعت ما هضرناش عليها واللي صراحه اللي هي رضا سليم في الماتش ديال نهار السبت، انا الخصه في حاجه واش اتفق معايا ولا لا؟ واش حتى العياء الذهني ديال لا كاينه ديك النرفزه اللي كتجي بعد وصلتي لواحد ديال حاله من الياس ولكن لا انا ما متفقش، ما خصوش يديرها، باقي صغير والهدف ديالك انت هو تبحث على باقي ما درتيش، راه باقي ما درتي والو. راه دابا المشكله اللي كنعيشوها حنايا هو ديك لا ديسكسيون لا كومينيكاسيون، كيفاش المدرب يوصل ولا الناس ما درتي والو. عجبتني عندك هذه ديال باقي ما درتي والو، راه باقي ما درتي والو رقميا رضا سليم راه باقي. اجي نقول لك هذه القضيه، الله علاش شنو هو درتي؟ درتي هو تربح القاب و دابا ها انت كتقول فيها واش درتي هي غادي تمشي دريبلي ودير؟ راه كنا كندريبلي ونسونتريو في الماتش 88 مره، هذه بشهاده ديال الجامعه ماشي فخر الدين اللي غيقولها لك، واللعب راه ما كيقتصرش على سنوات باش غدا اذا كتسمع تيمومي والغريسي ولا حسينه ولا فاضيلي ولا حميد ولا شيشه وانت تسمع ولا هدام، راه ماشي تقالت حيت هدام ولا هادو جاو لعبوا واحد الشهر في الجيش ولا عام ومشاو، راه تاريخ. اذا انت رضا سليم عزيز عليا ذاك الوليد انا، الا ما تسقلش كورتك وما تكونش انت في واحد الحاله صحيه وذهنيه وانت اللي توصل، بالعكس انت يعول عليك فريق الجيش الملكي وتكبر الطموح ديالك. القوا الجوار في ليفار اللي عنده لا كاليتي ديال كيمشي بحال الشكل ديال حليم، بحال الشكل ديال عدد كبير من اللعابه، عبد الرزاق خيري ولا هذا، ها انتوما ولكن خرجتي ذاك النهار مع الجزائر خليتي الفرقه ديالك بوحدها، دابا جيش غادي لواحد الملعب ديالك، هذاك الملعب هذاك الوحده ملعب زوين وصغير ما كبيرش وبدون ضغط جماهيري، محتاجاك الجيش في ذوك التوغلات ديالك وداك الشيء، علاش اشاك فوق كتاخذ كارطون روج؟
ونتمنى توفيق رضا سليم والجيش الملكي غير باش ما تفوتنيش الفكرة إن شاء الله بعد تأهل غتسالي البطولة بعد الصراع. شوف جوية كأس العرب ما غترتاحوش من بعد كأس العرب غتدخل الموسم. أنا منير هاد لي جور لقاه قدامي نهضر معاه بهاد اللغة بيان سور. أنا من عادتي إلا نسلم عليك ما نقولش لك الله الله وأنت الواعر وأنت غادي نهضر معاك بهاد اللغة هادي نقول لك الله يرضي عليك أنت كتعجبنا في كورتك تبارك الله واحد الإطوال جاية من سميتو ما لاش تخرج بكارتون روج مع الأسف حرمتي لا ويلا خرجتي سانكسيونيتي الفرقة ديالك يلا داك النهار خرجتي أخويا رضا شكرا لك فخر الدين تلقاو تحية ليك وتحية الناس اللي كيتصلوا بنا ونتمنوا إن شاء الله حد موفق كيف قلتي أنت لقى الأندية ديالنا اللي كتسناها شي حاجة إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لكل المستمعين تلقاو غدا إن شاء الله في لقاءكم دائما مع برنامج البطولة الوحدة حتى الثلاثة إلى اللقاء.